كنترول وفايس بريزيدنت بتاعت اس بي اي كاي يونيفرستي. ان شاء الله النهارده نستفاد كلنا من السيشن دي، وشكرا جدا على حضوركم ومتابعتكم لاس بي اي كايرو واس بي اي فيوتشر. حابب بس ارحب معاكم بشمهندس عمرو عبد الفتاح، وهو سينيور جيوفيزيست 14 سنه خبره، وابتدى يشتغل في الاول اند جاز اندستري من 2006، وهو حاليا شغال في انترناشونال اي اند بي اويل اند جاز كومباني في قطاع الاكسبلوريشن. برحب بحضرتك هندسه، وان شاء الله نستفيد من حضرتك النهارده كويس جدا. عندي بس كومنت بسيطه يا شباب، ان شاء الله هنفتح فتره كده للاسئله، فاللي عنده سؤال ممكن يبقى يعني ايه هيرفع ايده، في عندك تحت هتلاقي ريز هاند كده هترفعها، وانا هديك برميشن انك تبدا تتكلم وافتح لك المايك بتاعك. يا رب تستفيدوا، واتفضل حضرتك يا باشمهندس. أنا متشكر جدا جدا يا محمد للفرصة العظيمة دي إن أنا يعني أعرض حاجة جديدة، وأتمنى إن كل الناس يعني تستفيد النهاردة يعني بقدر ما أنا إن شاء الله أقدر أستفاد منكم ومن أسئلتكم. الأسئلة بس أنا حابب أقول في الأول إن الأسئلة دي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي، حتى لو أنت يعني لو أنت شايف أنت مش مقتنع بأي حاجة من اللي أنا بقولها دي قول لي على طول إنك مش مقتنع ونرجع نتكلم تاني. حابب اقول بس ان مفيش سؤال غبي ومفيش حاجه اسمها انا محرج اسال. اسال براحتك خالص على قد ما تقدر، كل ما تسال كل ما احنا كلنا نستفيد، اللي عارف هيستفيد واللي مش عارف هيستفيد. انا برحب بيكم جميعا، واتمنى ان شاء الله تبقى السيشن يعني خفيفه ومفهومه بالنسبه لكم. محمد قدمني، انا حابب بس اقول يعني انا اسمي عمرو عبد الفتاح، وهتلاقيني برضو باسم عمرو مسلم، معروف بالاسمين، فاذا كان ده او ده يعني الاثنين لنفس الشخص. يعني السيشن بتاعت النهارده هنبدا مع بعض كده نتكلم على ايه هو الماشين ليرنينج وايه هو الداتا ساينس. الفيلدز دي ابتدت تظهر جديده في الاندستري يمكن من 2014، هنعرف بعد كده في البرزنتيشن، ولكن هي موجوده في العالم كله من فتره كبيره جدا. احنا تقريبا الترم بتاع الداتا ساينس ده ظهر حديثا، ولكن قبل ما كان اسمه داتا ساينس كان اسمه داتا اناليسز. فالداتا اناليسز حاجه مش جديده علينا خالص، دي بالعكس حاجه يعني من زمان قوي، وكل الشغل تقريبا كان معتمد عليها. وابتدى طبعا العلوم البيانات تبتدي تظهر وتنتعش يعني في الفتره الاخيره نتيجه كميه الداتا الكبيره جدا جدا اللي بنقدر ناكواير اكتر طبعا من الاول بكتير. وابتدى يعني العصر اللي احنا موجودين فيه بقى اسمه عصر البيانات وعصر المعلومات، ومن هنا ابتدى يطلع علوم جديده خالص اسمها علوم البيانات. العلوم دي بنقدر نطبقها في كل المجالات لان هي خاصه بالبيانات، فما دام انت عندك انفورميشن تقدر تطبق علوم البيانات دي بكل سهوله، الموضوع بسيط. وابتدى الموضوع ياخد اشكال متوسعه جدا، من ان انا اقدر اعمل الكودينج نفسه او انا اللي اشوف الداتا او اللي اعمل الاناليسيز بتاعت الداتا زي ما احنا هنشوف، لان اخلي الماشين نفسها هي اللي تتعلم وهي اللي تقول لي ايه الانسايتس اللي موجوده في الداتا او المعلومات المهمه اللي موجوده في الداتا. فهنتعرف مع بعض يعني ايه داتا ساينس، يعني ايه ماشين ليرنينج، ايه الفرق بين الداتا ساينس والماشين ليرنينج، ايه السكيلز اللي محتاجها عشان ابقى داتا ساينتست، ليه انا محتاج اعمل كودينج، دي برضو حاجه مهمه، ليه محتاج انا اتعلم كودينج، ليه محتاج اتعلم بايثون سبيسيفيكالي، وبعد كده هنتكلم على هاو تو كود، ازاي اصلا المايند سيت بتاع الكودينج بيبقى شكله عامل ازاي. هنشرح بعد كده الماشين ليرنينج تكنيك، هنشرح ثلاثه تكنيكس عندنا، اللينير ريجريشن انا مش كاتبه هنا لان هو جوه البارت اللي اسمه هاو داز ماشين ليرنينج ورك، ده هنشرح جواه اللينير ريجريشن، وهنشرح بعد كده الكي مينز والراندوم فورست، وهنعرف بعد كده بالذات انا اخترت الثلاثه الجوريزمز دول ليه بالذات عشان يتشرحوا. وهنشرح هنتكلم على الموديل ايفالويشن ويعني ايه
هل كل المودلز كويسة، وهل اي حاجة اشتغلها هطلع نتيجة صحيحة ولا لا. ده برضو احنا هنتكلم فيه في السيشن النهاردة. اتمنى ما تبقاش السيشن دسمة قوي، ولكن هي فيها كمية معلومات كتير. هنبدأ ببساطة جدا بتعريف بسيط خالص، وهو الداتا ساينس. يعني ايه داتا ساينس؟ الداتا ساينس هو فيلد اوف ستادي بيستخدم التولز الحديثة عشان اقدر اعمل بروسيسنج وكليننج واناليز الداتا واعمل موديلنج، وابتدي ان انا اشوف الداتا شكلها عامل ازاي. الهدف من كل ده ايه؟ ان انا اطلع انسايتس. انسايتس يعني معلومات او ترندز او باترنز موجوده في الداتا، مستخبيه في الداتا، عشان اقدر افيد الاورجانيزيشن، عشان افهم سيرتن كريتيريا، او ان انا اميك ديسيشن في الاورجانيزيشن. وده لو احنا شفنا التعريف ده هنلاقيه تعريف كبير قوي وضخم، في كذا حاجه بتتعمل في التعريف ده. خلينا ناخدهم كده، ناخد اكزامبل بسيط خالص علشان نفهم التعريف ده. بالنسبه للناس الجيوفيزيستس والناس اللي شغاله في البترول، فعارفين السايزميك داتا والرحله بتاعت السايزميك داتا، من انا بعمل داتا اكوزيشن. داتا اكوزيشن دي معناها ان انا بعمل داتا كولكشن، دي اول حاجه سايزميك داتا اكوزيشن. وبعد كده باخد الداتا دي بدخلها بعد كده في البروسيسنج سيكونس عشان اقدر انضفها واطلع اشيل النويز، وابتدي ان انا يبقى عندي حاجه اقدر اعمل لها اناليسز. ودي الخطوه اللي بعد كده بنعمل اناليسز للسايزميك داتا دي، ومن الاناليسز دي بنطلع موديل اللي هو المابس بتاعتنا، واللي بعد كده بتتحول لستراكشر موديل طبعا بمساعده الفيجواليزيشن تولز. فانا كده دخلت جوه الفيجواليزيشن برضو. وفي الاخر الهدف من كل ده ان انا اطلع بروسبكتس، وهي دي الانسايتس اللي احنا بنتكلم عليها، علشان اقدر افيد الاورجانيزيشن او اخد ديسيشن ان انا احفر، او ان انا اخد ديسيشن ان انا ما احفرش. ده برضو ممكن يكون جود ديسيشن يعني. ففي كل الحالات انا عندي باخد الداتا واعمل لها بروسيسنج، انالايزنج، موديلنج، فيجواليزيشن، وفي الاخر بناخد ديسيشن كلنا اذا كنا احنا هنبروسيد في البروجكت بتاعنا ولا مش هنبروسيد. ده كله اسمه داتا ساينس. بالتعريف ده كده وبالبروسس اللي احنا قلناها، فتقريبا كل الداتا، كل الجيو ساينتستس في العالم هم داتا ساينتست باي باك جراوند. انت ناتشرالي بتتعلم داتا ساينس من غير ما حد يقول لك ان دي اسمها داتا ساينس. ودايما دايما الناس اللي شغاله في المجالات العلميه والمجالات الخاصه بالعلوم والهندسه هم اوريدي داتا ساينتست من غير ما يعرفوا. هم بس او ناقصهم شويه التولز الزياده، المودرن تولز، علشان يبداوا يبقوا اكوينتد بالنيو تيرمز والداتا ساينس ورك فلو. بعد كده هنتعرف على تعريف الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هو فيلد من الاي اي، من الارتفيشال انتليجنس، اللي بيسمح للسيستمز ان هي تتعلم من الداتا اللي موجوده اوريدي، وتقدر تعمل سمارت او انتليجنت ديسيشنز اون ذير اون يوزنج الالجوريزمز، من غير ما انا اكتب اي كود، من غير ما انا اكتب الكودز اللي تطلع البريدكشن او اللي تطلع الديسيشن. هو ده المهم، ان الالجوريثم نفسه يتعلم من الداتا اللي موجوده، يبتدي يسيرش جوه الداتا، ويبتدي يعمل باترن وعلاقات بين الداتا وبعضها، علشان ياخد في الاخر ديسيشنز من غير ما انا اقول له خد الديسيشنز دي. واحد من الاكزامبلز على كده هي الفيس ريكوجنيشن مثلا. الفيس ريكوجنيشن انا بديله صور ناس كتير جدا، وبقول له من ضمن صور الناس دي ان ده اسمه عمر، الصوره دي للشخص اسمه عمر. فكل مره هيشوف الصوره دي هياخد الديسيشن ان ده عمر وده احمد وده محمد، ويبتدي ان هو ياخد الديسيشنز دي سمارت ديسيشنز، من غير ما انا اقول له ان عمر ده
لونه اسمراني، عنده دقن، شعره طويل، بيلبس نظاره، من غير ما نقول كل التفاصيل دي. هو هيعرف الاتريبيوتس بتاعت عمرو دي ويحتفظ بيها عنده، ويبتدي ان هو كل مره برن الموديل او بعمل ريتريفنج للموديل، يبتدي ان هو يقول لي ان ده بالذات اسمه عمرو. مش لازم ان انا اخش بايديا واكتب له التفاصيل زي ما احنا قلنا، وهو ده المهم. انا كل اللي انا محتاج اديها له، محتاج ان اديله الباست داتا، محتاج اديله داتا كتيره جدا جدا، صور كتيره جدا جدا عن عمرو، وصور كتيره جدا جدا عن ناس تانية، ويبتدي هو اللي يفرق ويعمل الكلاسيفيكيشن دي. جوه البروسيس دي بيتم عمل بعض الحاجات اللي احنا بنستخدمها جوه الداتا ساينس نفسها. فبنبتدي نعمل بروسيسنج، وبنبتدي نعمل داتا كولكشن، وبنبتدي نعمل كليننج، ونبتدي نعمل اناليسز. كل ده موجود بيتعمل جوه الماشين ليرنينج وجوه الداتا ساينس. ولكن الفرق الحقيقي الوحيد اللي بين الاثنين ان الداتا ساينس هو بيعمل كل حاجه جوه الالجوريثم بايديه، وبيمونيتور كل خطوه جوه الالجوريثم بايديه. ولكن الماشين ليرنينج احنا بنعمل كونديشننج للداتا وندخلها للالجوريثم، والالجوريثم بعد كده هو اللي يبتدي يبني العلاقات بين الداتا وبعضها. احنا هنتكلم الاول، خلينا نتكلم على هو الفرق بين الماشين ليرنينج والداتا ساينس، وخلينا نبص الاول على الدياجرام اللطيف اللي على ايدينا اليمين، اللي بيوضح لي ان انا عندي امبريلا كبيره جدا جدا اسمها داتا ساينس، بيخرج منها الارتفيشال انتليجنس، بيخرج منها الدائره الصفراء اللي اسمها الماشين ليرنينج، ويخرج منها بعد كده الديب ليرنينج. وهي دي كده بالظبط. الداتا ساينس هو فيلد كبير جدا جدا، جواه بيخرج منه الارتفيشال انتليجنس، وبيخرج منه الماشين ليرنينج، وبيخرج منه بعد كده الديب ليرنينج. وكل ما احنا نخش ديب بيبقى الكومبلكستي اكبر بكتير من الدائره الكبيره. خلينا نرجع نخش دلوقتي على الصوره اللي موجوده على ايدينا الشمال، واللي بتورينا الترند بتاع كلمه داتا ساينس وماشين ليرنينج خلال العشر سنين اللي فاتوا، من تقريبا من جان 2010 لحد اواخر 2020. وهنلاقي ان تقريبا من 2010 كان الترم ماشين ليرنينج عالي قوي، والترم داتا ساينس محدش بيسيرش عليه قوي، وبعد كده ابتدت يزيد جرادولي لحد ما وصلنا تقريبا ل 2014 2015، وابتدى يحصل بومينج في السيرش عن الكلمتين دول، داتا ساينس وماشين ليرنينج، وخاصه الترم ماشين ليرنينج. الترم ماشين ليرنينج ابتدى يزيد جدا جدا جدا، وطبعا اعتقد ده يعني الانفلونس الكبير قوي قوي للسوشيال ويب سايتس والسوشيال انفايرمنت اللي احنا عايشين فيها، ان ابتدت ان السوشيال ميديا تبتدي تستخدم الماشين ليرنينج والداتا ساينس سبيسيفيكالي في ان هي تبروموت، وتبتدي ان هي تجمع داتا، وتبتدي ان هي تاتراكت ناس اكتر عشان يبقوا على البلاتفورم عندها. فعشان اتراكت ناس اكتر، عشان ابقى على البلاتفورم عندي، انا محتاج ان انا افهم الناس، ومحتاج ان اجمع عنهم داتا الاول، وابتدي ان انا افهمهم، وابتدي اشوف هم محتاجين ايه واقدمه لهم. فبكل بساطه انا محتاج كل ده كمان يتعمل لكل اليوزرز اللي عندي، وكمان محتاج ان كل ده يتعمل اوتوميتد من غير ما انا اتدخل، مش كل شويه، مش لكل مستخدم انا هجيب له بروجرامر، فطبعا كان الموضوع هيبقى صعب جدا. فكنت محتاج ان حاجه تبقى كوست افيشنت، وتقدر تسبريد على او تقدر تشتغل على مجال واسع جدا جدا، وتشتغل 24 ساعه. فطبعا كان الحل الاجمل والاسهل ان احنا نشتغل بالماشين ليرنينج. ومن ساعتها ابتدى البومينج بتاع الماشين ليرنينج والداتا ساينس، ويمكن اكتر طبعا الترم بتاع الماشين ليرنينج، عشان
زي ما احنا قلنا ان السيستم نفسه، البلاتفورم نفسه، الالجوريثم نفسه، هو اللي بيبتدي ياخد ديسيشنز، وهو اللي بيبتدي يعمل ريكومنديشنز، وهو اللي بيبتدي يديك الحاجه اللي انت عايز تشوفها، فتبقى اتراكتد اكتر للويب سايت والسوشيال ميديا بلاتفورم ده، فتبقى انت واحد من اللويال يوزرز للبلاتفورم ده، فيبتدي ان المبيعات او السبسكريبشن على الويب سايت ده يكون كبير جدا. فالبيزنس درايفد الماشين ليرنينج علشان يكون واحد من التوب توبكس اند ساينسز موجوده دلوقتي، علشان تبتدي ان هي تسهل على البروجرامرز وعلى الشركات جزء كبير من الشغل اللي هم كانوا بيعملوه الاول. الداتا ساينس نوليدج اند دومين، طبعا احنا دلوقتي عرفنا ان احنا لما بنتكلم على داتا ساينس فاحنا بنتكلم على الماشين ليرنينج من ضمن الداتا ساينس، لان احنا قلنا ان الداتا ساينس هي الامبريلا الكبيره قوي، تحتيها الارتفيشال انتليجنس، تحتيها الماشين ليرنينج. فاحنا دلوقتي بقى بنتكلم على النوليدج دومينز للداتا ساينس، دي برضو بتانكلود النوليدج دومينز للماشين ليرنينج. في ثلاثة نوليدج دومينز كبار جدا هو اللي بيقع تحتيهم او الانتر اكشن بينهم وبين بعض بيطلع لي في الاخر الداتا ساينتست. اولهم يعني مش هقدر اتكلم عليها او لو اتكلمت عليها مهما اتكلمت عليها مش هقدر او فيها حقها، هي الماثيماتكس والستاتستكس. زي ما احنا قلنا ان الداتا ساينس الاول زمان قوي قبل تقريبا سنة 99 كان معروفة باسم داتا اناليسز، وبدأت الترم بتاع داتا اناليسز ده من سنة 1964 لما دكتور جون ووكر كان بيتكلم على بيبر اسمها The Future of Data Analysis، وابتدت الناس تفهم ان داتا اناليسز دلوقتي هيكون ليها أهمية كبيرة جدا. ده من سنة 64. الدكتور جون هو اصلا ماثيماتيشنز وستاتيشنز، وهو ده اللي درايف للعالم او نظر العالم كله لمجال لاهميه الاستاتستكس والماثيماتكس في حياته. فابتدت من هنا ان الماثيماتكس والاستاتستكس تاخد اهميتها، وابتدى بعد كده يبقى الاهتمام كله في ان احنا نستخدم الاستاتستكس ستاتستيكال ميثودز علشان نقدر نديسكرايب ونقدر نبريدكت ونقدر نطلع حلول للمشاكل اللي احنا بنقابلها. ده كان عمره ما هيحصل من غير ما يبقى معانا كمبيوتر ساينس، علشان زي ما احنا قلنا ان احنا الداتا ابتدت تزيد جدا وابتدينا ان احنا اكواير داتا طول الوقت، فانا كان محتاج حاجه اسرع من الهيومن برين بس ان هو يبتدي يحسب ويبتدي يحلل، وكمان محتاج ده عشان الريبورتينج وعلشان الريبروديسابيليتي، ان اقدر اعيد الاناليسز بتاعتي دي اكتر من مره على اكتر من برودكت او على نفس البرودكت في فترات زمنيه مختلفه. طبعا الحاجه الثالثه والاخيره هو النوليدج دومين، البيزنس نوليدج دومين. البيزنس نوليدج دومين هو حاجه مهمه جدا جدا، وخليني احطها في الكونتكست بالاكزامبل ده، ان انا لو جبت واحد كمبيوتر ساينس جينيوس كمبيوتر ساينس وخليته يعمل لي بريدكشن لبروستي من اللوجز اللي عندنا، احنا عارفين تقريبا ان الرينج بتاعت البروستي من 0 لحد تقريبا 40 45% ماكسيم. فلما الاقي الكمبيوتر ساينس يعمل لي بريدكشن ان البروستي 85% هو هيبقى مبسوط جدا، لان الموديل بتاعه ماتش، الموديل بتاعه محقق اكيورسي 90% 92% 99% حتى، ولكن مطلع لي البروستي 90%. طبعا ده كلام جيولوجيكالي لا يعقل اصلا يعني. فدي واحده من الكيسز اللي ممكن النولج دومين هنا تبقى فرق كبير جدا جدا جدا، ان لازم اكون فاهم كويس قوي انا بطبق الاستاتستكس وبطبق الماشين ليرنينج دي في ايه،
ايه الفيلد اللي انا بشتغل عليه وايه الكونسترينز اللي موجوده عندي. ومفيش حد هيبقى فاهم كويس قوي بالسيشن دي او مفيش حد هيبقى فاهم بالنولج دي الا الاكسبرتيز في المجال ده. فعلشان كده انا محتاج دايما الناس اللي شغاله في المجال ده هي اللي تتعلم داتا ساينس، او على الاقل خالص لو انا محتاج، لو انا مش هقدر اوفر ده فانا لازم اوفر نولج اكسبرتيز او دومين اكسبرتيز مع الناس اللي بتشتغل داتا ساينس. وده طبعا لو احنا يعني لو احنا بنتكلم على بيزنس موديل فده بيعلي لي الكوست بتاعي. يعني لو انا جبت جيولوجي وعلمته داتا ساينس وابتدى ان هو يتعلم داتا ساينس ويابلاي داتا ساينس، ده هيوفر لي كتير جدا جدا على ان انا اجيب واحد كمبيوتر ساينس وواحد ماثيماتيشنز وواحد جيولوجي، الثلاثه يقعدوا مع بعض عشان يطلعوا موديل. ما ممكن اجيب واحد هو اللي يقدر يعمل كل ده، وده الاريا اللي ان بتوين الثلاثه سيركلز دول، ده اسمه داتا ساينس. تعال نبص على الالتقاء بتاع الماثيماتيشنز مع الكمبيوتر ساينس، هنلاقي ان احنا بنروح هنا للماشين ليرنينج. ولكن الماشين ليرنينج ده الموديل اللي خارج في الاخر ملوش سوبرفيجن، فانت لازم اللي يعمل ماشين ليرنينج ده عشان يقدر يعمل سوبرفيجن زي ما قلنا لازم هيكون لازم يكون عنده البيزنس نوليدج دومين، او ان انت تجيب حد بقى يتست ويمنتور المودلز اللي خارجه دي. وده طبعا ده هيريزلت ان كوست وتايم زياده. لو شلنا الكمبيوتر ساينس من الموضوع وخلينا الفكره بس عباره عن ماثماتكس مع البيزنس نوليدج، هتلاقي نفسك انت دخلت هنا في التراديشنال ريسيرش. انت جبت واحد طالب ماجستير او طالب دكتوراه بيعمل اناليسز على البيزنس دومين بتاعه ايا كان، جيولوجيا، جيوفيزيكس، هندسه، سيلز، ايا كان، هو بيعمل تراديشنال ريسيرش. لو خدنا لو طلعنا الماثيماتكس من الموضوع وجبنا الكمبيوتر ساينس مع البيزنس دومين، فهتلاقينا ان احنا في وصلنا او بقينا في الدومين بتاع السوفت وير ديفلوبمنت، وده اللي احنا بنشوفه مع كتير من سوفت ويرز التراديشنال زمان او قبل، خليني اقول قبل 2014 2015 كانت معظم السوفت وير في الاتجاه بتاع تنفيذ رغبات الدومين اكسبرتيز. بس الدومين اكسبرتيز عايز يعمل بيكنج للفولت فتشوف ازاي ممكن يعمل بيكنج للفولت. الدومين اكسبرتيز عايز يعمل هورايزنز، عايز يعمل ستاتيك موديل، فنشوف ازاي نطبق ده بالكمبيوتر ساينس. وده الجزء اللي ما فيهوش اي انوفيشن، احنا بس بنحاول نحقق اللي هو عايزه مانوالي، وكل ده بيتعمل مانوالي. لما دخلت طبعا الماثيماتكس في الموضوع ده بقينا نقدر نعمل دلوقتي فولت اكستراكشن او فولت انتربريتيشن بالماشين ليرنينج، عن طريق الماشين ليرنينج، لان احنا دخلنا كمان الماثيماتكس والستاتستكس جوه المنظومه بتاعتنا. اخر حاجه قبل ما انهي السلايد دي احب اقول كود كده، يعني اتمنى تكون هي دي اخر حاجه لو احنا بنتكلم على دومين نوليدج تبقى موجوده في دماغنا. يعني الماثيماتكس والستاتستكس is the mother of machine learning and the mother of data science. الأم بتاع الداتا ساينس هي الماثيماتكس والستاتستكس. فلو انت عايز تكون داتا ساينتست كويس بجميع اقسامها لازم تكون عندك ماثيماتكس وستاتستكس كويسة. مش لازم تبقى سوبر، مش لازم تبقى يعني واحد من الماثيماتيشنز الكبار قوي او جينيوس او تحضر بي اتش دي في الماثيماتكس، ولكن لازم يكون عندك بيز كويس جدا للستاتستكس والماثيماتكس، على الاقل يكون عندك البيز اللي بعد كده يخليك تعرف لما تحب تسيرش عن معلومه معينه تعرف تجيبها منين.
هنتكلم بقى على الداتا ساينس لايف سايكل، واحب ابدا هنا بالجزء اللي على الشمال الاول. الجملتين دول مهمين جدا جدا. اول حاجه حابب اقول ان تقريبا 80% من التايم كونسيومد او سبند باي داتا ساينتست هو بيعمله في الاربع حاجات دول، بيعمله في الداتا كولكشن، الداتا كليننج، داتا اكسبلوريشن، وفيتشر انجينيرنج. هنتكلم عن فيتشر انجينيرنج دلوقتي. ولكن اعتقد ان اي حد بيفكر في كلمه داتا ساينتست هو دايما بيفكر في واحد بيبني مودلز وبيعمل بيحل مشاكل فيري كومبلكس طول الوقت. ولكن هو في الحقيقه الاهم من حل المشاكل الكومبلكس قوي ان هو يطمن ان الداتا اللي داخله له هي داتا صحيحه، وان هو يطمن على ان الداتا اللي موجوده نفسها اللي جايه لي من الكلاينت بتاعي او من الشركه هي داتا يعتمد عليها. وده بيتم بالاربع خطوات دول. بعد كده ال 20% من الوقت بيتم في ان انا ابني موديل جديد او ان انا اتست موديل، وبعد كده اعرف الاكيرسي بتاعت الموديل ده وازاي احسنه. تعال بقى نخش على الدياجرام اللي على الرايت هاند سايد، ودي الريال لايف سايكل بتاعت اي داتا ساينس بروجكت. رقم واحد البيزنس اندرستاندينج، سواء انت بقى ده البيزنس اندرستاندينج ده يور اكسبرتيز، زي ان انت تبقى جيولوجي او جيوفيزيست او ريسيرش انجينير وعايز تطبق داتا ساينس، فانت ده يور اريا اوف اكسبرت اوف اكسبرتيز، او ان انت داتا ساينتست وعايز تطبق ده في مجال تاني غير مجالك. البيزنس اندرستاندينج از كروشال، وزي ما احنا ادينا المثال اللي فات بتاع البروستي، لازم اكون عارف الباوندريز، لازم اكون عارف الحاجه اللي انا بعمل لها بريدكشن، لازم اكون عارف شكل الاوت بوت شكله عامل ازاي وليه وهيفيدنا في ايه لما احنا نعمل ده، وايه الحاجات اللي هتاثر على الاوت بوت بتاعي، وايه المعطيات اللي لازم اخد بالي منها، وايه شكل النويز اصلا عشان افهم الداتا الحقيقيه من النويز اللي موجوده جوه الداتا. كل ده بنفهمه من البيزنس اندرستاندينج بس. بعد كده بنخش على تاني سايكل وهي او تاني ستيب وهي الداتا مايننج. والترم ده ترم جديد علينا كلنا، ترم الداتا مايننج هو التنقيب عن الداتا. و يعني احنا عارفين قد ايه الداتا موجوده حوالينا، واحنا طبعا عارفين اهميه الداتا، وعارفين قد ايه الداتا موجوده حوالينا ومنتشره بشكل بشع جدا، ولكن حتى الان يعتبر التنقيب عن الداتا او الداتا مايننج فن يعني محتاجين كلنا نتعلمه. مش كل الداتا اللي بتجي لي او اللي موجوده حقيقيه، ويمكن طبعا احنا عارفين الموضوع ده من كميه الاخبار الفيك اللي احنا ممكن نشوفها كل يوم على الفيسبوك. فده مثلا من الحاجات اللي بتخليك لما تسمع خبر تبتدي ان انت تيفالويت الخبر ده، تيفالويت الداتا دي، هل الداتا دي حقيقيه ولا لا، هل الداتا دي من سورس يعتمد عليه، هل الداتا دي بتمثل فعلا الواقع الحقيقي ولا لا. كل ده من الداتا مايننج. الحاجه الثانيه كمان من الجزء من الداتا مايننج، مش بس ان انا اتشيك على الداتا، ولكن ان انا اعرف منين اجيب الداتا. اجيب الداتا عن طريق ان انا ادور على فري سورسز، اجيب الداتا عن طريق ان انا انزل داتا اوريدي كانت معموله قبل كده وابتدي ان انا اغير فيها، ادور على الداتا من جامعات، ادور على الداتا من بروفيشنال ويب سايتس زي الاس بي اي او الاي بي جي او الاس اي جي، من يعني تراستد سورسز. كل دي مهمه قوي. في ترم كده انا هقوله بسرعه اسمه ويب سكرابنج، واعتقد الناس اللي يعني اللي ليها انترست في الداتا ساينس يحاول يسيرش على الويب سكرابنج ده. والويب سكرابنج ببساطه جدا وبسرعه ان انا ابتدي ان انا اجمع داتا من الويب سايت
مش مانوالي، مش ان انا اخش على الويب سايت وان انا اجمع داتا كوبي اند بيست، ولكن اعمل الجوريثم يخليني اخش ادور جوه الويب سايتس المختلفه واجمع كل الداتا الكونسيرند بتوبيك معين. هنقل بعد كده على الستيج اللي بعدها والستيج بتاع الداتا كليننج. وطبعا زي ما احنا قلنا احنا بتقابلنا كميه داتا كتير جدا جدا، ومحتاج ان انا اول حاجه احطها في الفورمات الصحيح اللي اشتغل بيه، واحنا عندنا تو فورمات هنعرف بعد كده واحنا جايين في البرزنتيشن. اول حاجه احطها في الفورمات الصحيح، ودي شغلانه كبيره. في بعض الشركات بتاساين انجينير اسمه داتا انجينير علشان يعمل كده، بس باي ذا واي ان هو بس يتاكد ان كل الداتا ان جود فورمات والاكسسبيلتي بتاعتها بتاع كل الناس او الكونسيرند بارتيز، يعني الاكسسبيلتي بتاعت الداتا بتاعتها موجوده. يبقى الداتا كليننج اول حاجه ان انا اتاكد ان الداتا موجوده في الفورمات بتاعها الصحيح او الفورمات اللي انا هقدر اشتغل بيه. تاني حاجه ان انا احاول اشيل النويز على قد ما اقدر واشيل الداتا اللي مش هتفيدني ولا هتفيد الموديل بتاعي في اي حاجه. رابع ستيج عندنا اسمها داتا اكسبلوريشن. والداتا اكسبلوريشن ده تيرم جديد عندنا اسمه ممكن نسيرش عليه، اسمه اكسبلوراتوري داتا اناليسز اي دي اي. داتا اكسبلوريشن دي حاجه مهمه جدا جدا، هو ان انا افهم الداتا وافهم علاقاتها مع بعض. انا ممكن اكون انا عشان دومين اكسبرتيز فانا فاهم الداتا، فاهم كويس قوي الجامري بتاعني ايه، فاهم الريزستيفيتي بتاعني ايه، فاهم السونيك بتاعني ايه، وفاهم كل ده يعني كل الداتا لوحدها هتعمل ايه، ولكن محتاج افهم علاقتهم ايه مع بعض، الكوريليشن بينهم وبين بعض ايه، الباترن كل واحد فيهم بيديني انهي باترن، وانهي داتا هتفيدني، وانهي داتا ممكن تبقى ريدندنت حاجه زياده، او ان انا اغير في شكل داتا معينه بحيث ان هم كلهم يدوني داتا اقدر اعتمد عليها في ان انا ابني الالجوريثم بتاعي او الموديل بتاعي. خامس حاجه اسمها فيتشر انجينيرنج. والفيتشر انجينيرنج خلينا نتكلم بسرعه كده، فيتشر دي يعني جزء من الداتا. لو احنا تخيلنا الداتا اللي عندنا في شكل اكسل تيبل، فالاكسل تيبل بيبقى عباره عن روز دي بنسميها اوبزرفيشنز، وبتبقى عباره عن كولومز ودي بنسميها فيتشرز او اتريبيوتس. فخلينا نتكلم على ان هي فيتشرز دلوقتي. فالكل فيتشرز، كل فيتشر من الفيتشرز دي، فور اكزامبل مثلا الجامري ممكن تبقى فيتشر، الريزستيفيتي ممكن تبقى فيتشر، السونيك ممكن تبقى فيتشر، الدينستي ممكن تبقى فيتشر، والقيم بتاعه اللوجز دي مع الدبثات دي كلها اسمها اوبزرفيشنز. فكل فيتشر من دول لازم اعمل له، لازم افهمه. طبعا احنا قلنا الكلام ده، ولكن في الفيتشر انجينيرنج هنا المقصود بيها ان انا ابتدي افهم تاثير كل واحد من دول على الداتا ايه. واحيانا في بعض الالجوريزمز، مش كلها، مش كل الالجوريزمز زي بعض، في بعض الالجوريزمز لازم تشتغل مع نورمال ديستريبيوتد داتا، يعني الداتا كلها لازم تكون ليها جزء لو وهاي، جزء لو وميد وهاي، او اللي هو النورمال ديستريبيوشن داتا. في بعض الداتا ليها فاليوز مختلفه عن بعض. فور اكزامبل مثلا لو انا حطيت الريزستيفيتي مع السونيك، فالريزستيفيتي انا بتكلم في من 10 مثلا او من 2 اوم لحد 20000 اوم، فالقيم بتاعتها الرينج بتاعها من 2 ل 20000. السونيك القيم بتاعتها من 40 ل 140. ف ديفينتلي بعض الالجوريزمز هيدي ويت اكبر لل 20000 عن الداتا الصغيره اللي الرينج بتاعها من 40 ل 140، رغم ان ممكن تبقى الداتا اللي من 40 ل 140 دي ليها فاليو عاليه وهي دي اللي عامله لي الباترن، ولكن هو هياخد ويت، قصدي هو هياخد ويت اكتر للرقم الكبير.
في بعض الالجوريزمز، مش كل الالجوريزمز بتعمل كده، ولكن في بعض الالجوريزمز بتعمل كده. فانا محتاج في الحاله دي اعمل حاجه اسمها نورماليزيشن، ان انا اخلي كل الداتا كل الفيتشرز الموجوده عندي ما بين 0 و1، بحيث ان الهاي يبان هاي في الكل واللو يبان لو في الكل، لان هم كلهم في نفس الرينج نورمالايز. ده بعض الداتا بيبقى فيها انوميليز. لو احنا عارفين مثلا ان الجاما راي من 0 ل 150، لو انا لقيت جاما راي قيمتها 350 فدي انوميلي. الانوميلي دي هل هي صحيحه ولا لا، لازم اتعامل معاها ولازم اشوف هل انا اسيبها ولا مش اسيبها. ده جزء من الفيتشر انجينيرنج. جزء تاني من الفيتشر انجينيرنج ان انا عندي ميسنج فاليوز في بعض الابار نتيجه ظروف معينه. مثلا بيبقى في جزء ميسد، عملنا رن وبعد كده في جزء في النص ميسد وفي جزء تاني كامل، بس انا عندي الجمالي والريستيفيتي كاملين وبقيت اللوجز ميسد فيهم ميسنج داتا. ازاي هتعامل مع الميسنج داتا دي؟ هل ان انا اضيع الداتا كلها، اشيل الجزء ده كله من الداتا بتاعتي، ولا ان انا ازود داتا من عندي وهزودها بانهي طريقه؟ هزودها بان انا اخد الافرج فاليو، هزودها بان انا اخد الافرج من اخر تو فاليوز، ولا اعمل لها بريدكشن موديل لوحدها؟ في عندي طرق كتير جدا جدا عشان اعمل فيتشر انجينير. اخر حاجه في فيتشر انجينيرنج هقولها، لو انا عندي داتا زي ما احنا قلنا كده، داتا بتاعتنا استراكشر داتا زي شكل التيبل بتاع الاكسل، عندي كولومز اسمها فيتشرز وعندي روز اسمها اوبزرفيشنز. لو انا عندي سكوير داتا، يعني الكولومز قد الاوبزرفيشنز، ده اسوأ نوع من الداتا ممكن نشتغل بيه. فبضطر في الحاله دي اعمل حاجه اسمها دايمنشناليتي ريدكشن، ان انا احاول اقلل عدد الكولومز دي على قد ما اقدر، او عدد الفيتشرز دي على قد ما اقدر. انهي فيتشر بقى المفروض اقللها؟ وهقلل ازاي؟ ايه الاستراتيجي اللي انا هاخدها عشان اقلل اصلا الفيتشر؟ هل ان انا اعمل برنسبل كومبوننت اناليسز، ان انا اعرف بس الفارينسز اللي موجوده في الداتا وهي دي اللي اشتغل بيها، ولا ان انا ممكن اشيل في 4 5 كولومز انا شايف ان هم مش هيفيدوني في حاجه فاقدر اشيلهم؟ فدول برضو دي برضو من ضمن الفيتشر انجينير. لو لاحظتوا ان احنا اتكلمنا كلام كتير جدا جدا من رقم 1 لرقم 5، وهم دول تقريبا الاربعه ايتمز اللي انا اتكلمت عليهم فوق، اللي هم بياخدوا 80% من الوقت. بعد كده هيبقى لنا 2 ايتمز اللي هم البريدكتيف موديل والداتا فيجواليزيشن. الداتا فيجواليزيشن طبعا شغاله معانا في طول الوقت، من اول ما انا بعمل داتا كليننج وداتا مايننج، وان انا بعمل بتاكد من اللي انا شلته ده صح ومش هياثر لي على شكل الداتا. برضو الفيجوال بيفرق، مش بس الاستاتستكس او الارقام بتفرق، ولكن كمان ان انا بس ابص على الداتا ابتدي افهم اللي انا الايفكت اللي انا عملته ده حاجه يعني ريزونبل وفي الطريق الصحيح، ولا انا شلت حاجات من الداتا كانت مهمه. البريدكتيف موديل ده اخر حاجه انا خليتها في الاخر، وهي دي المعلومات او الفاليو بتاعت الماشين ليرنينج انجينير او الداتا ساينس انجينير. هو من الخبره ومع الوقت يبتدي يعرف انهي موديل او انهي تايب اوف مودلز محتاج عشان احل بيه المشكله دي، وابتدي ان انا اعمل اكتر من موديل، وابتدي ان انا اختار البارامترز بتاعه كل موديل. خليني اقول اسامي، يعني هل المشكله دي هتتحل بان انا اعمل لينير ريجريشن، ولا المشكله دي تتحل بان انا اعمل لوجيستيك ريجريشن، ولا المشكله دي تتحل ان انا اعمل سبورت فيكتور ماشين، ولا تتحل ان انا اعمل كي مينز، ولا تتحل بانهي الجوريزم؟ حتى الان تقريبا انا يعني اعرف ان في 38 الجوريزم في الماشين ليرنينج، بغض النظر عن الالجوريزمز او المودلز بتاعت الداتا ساينس، دي حاجه ثانيه خالص. ولكن حتى انا اعرف ان في 38 الجوريزم موجودين في الماشين ليرنينج. انهي الجوريزم انا محتاجه عشان احل بيه المشكله دي؟ مش بس كده، انهي مجموعه الجوريزمز تنفع لحل المشكله دي؟ مع الخبره والوقت الانجينير او الداتا ساينتست بيبقى عارف هو هيتست انهي
الجوريثم، وكمان انهي بارامترز جوه الالجوريثمز دي هي اللي هتحقق له الهايست اكيوراسي. اوكي، هنتكلم دلوقتي برضو على الداتا ساينس فيرسس ماشين ليرنينج بعد ما عرفنا الداتا ساينس لايف سايكل، وفهمنا دلوقتي اللايف بتاعت اي بروجكت بتمشي ازاي. انا حطيت هنا شويه كاركترستكس كده نقدر نبص عليها عشان نفهم ايه الفرق بين الداتا ساينس والماشين ليرنينج. اول حاجه الاوبجكتيف، الاوبجكتيف بتاع الداتا ساينس ان انا افوكس على او الداتا ساينس نفسها focus on finding unforeseen and hidden trends to understand the data pattern. بمعنى ان انا اطلع الباترنز والترندز من الداتا نفسها عشان افهم الباترن بتاع الداتا عشان اقدر اخد عليه ديسيشن. فانا بفوكس هنا الفوكس نفسه على ان انا افايند الداتا ترندز. الماشين ليرنينج الفوكس بتاعها عشان ان انا اعمل بريدكشنز او كلاسيفيكيشنز او كلاسترنج لداتا جديده، ان انا اتعلم من الداتا القديمه اللي انا اديتها له عشان اقدر اتوقع داتا جديده. ده الفوكس بتاع الماشين ليرنينج. فالفوكس هنا مختلف. الفوكس في الماشين في الداتا ساينس ان انا افهم الباترن اللي موجود. الماشين ليرنينج الفوكس بتاعه مش ان انا افهم الباترن الموجود، طبعا فهم الباترن الموجود ده حاجه مهمه، ولكن الفوكس الحقيقي بتاعها في ان انا افايند جود بريدكشن او كلاسيفيكيشن للداتا بوينت الجديده. فده فرق بين الاثنين. تعال نشوف الفرق في التولز. التولز بين الاثنين هتلاقي تقريبا في تولز متشابهه بتشتغل في الاثنين. وزي ما احنا قلنا ان الماشين ليرنينج بارت من الداتا ساينس، فمعظم اللي في الداتا ساينس طبعا بيمشي جوه الماشين ليرنينج. فهنتكلم على البروجرامنج لانجويجز زي بايثون وار، بيشتغلوا في الاثنين. ساس ده واحد من اللانجويجز او البيد لانجويجز بتشتغل برضو جوه الداتا ساينس. السبارك، الاكسل طبعا واحد من التولز الهايله جدا 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 ان احنا نشتغل بيه داتا ساينس. الماتلاب كورس طبعا، الماي اس كيو ال او الاس كيو ال، والتابلو. التابلو واحد من السوفت ويرز زي الباور بي اي بتاع مايكروسوفت كده، بنقدر نعمل منه داتا اناليسز وداتا فيجواليزيشن وريبورتنج في نفس الوقت، فيعني حاجه حلوه، ولكن هو بيد سوفت وير فمحتاج ان انت تدفع عليه فلوس غير باور بي اي. الماشين ليرنينج عندنا طبعا البايثون والار، احنا اتكلمنا في الاثنين. البايثون والار اثنين بروجرامنج لانجويجز. بعد كده عندنا سايكت ليرن. سايكت ليرن دي لايبرري بتاعه ماشين ليرنينج. بعد كده عندنا ام ال ستوديو، ده ماشين ليرنينج ستوديو، وام اس ازور ده برضو واحد من البلاتفورمز، او الاثنين دول من البلاتفورمز اللي بتشتغل على الماشين ليرنينج، ومنهم البلاتفورم اللي ما بيحتاجش ان انت تعمل اصلا كودنج، انت بس تختار الورك فلو اللي هتشتغل بيه وهو بيبتدي يعمل الكودنج لنفسه. ايه الابلكيشن بين الاثنين في الاويل اند جاز؟ عندنا التايم سيريز اناليسز في الداتا ساينس، البرودكشن فوركاست طبعا، اويل برايس فوركاست او بريدكشن، دي حاجات من الحاجات اللي بنستخدم الداتا ساينس فيها بشكل واضح قوي. زي ما احنا قلنا ان في الاويل اند جاز كل الناس تقريبا هم داتا ساينتست باي باك جراوند من غير ما يعرفوا حتى. الماشين ليرنينج عاده احنا بنشتغل على اللوب بريدكشن والميسنج لوب بريدكشنز والكلاسيفيكيشنز، الانفيرجن عن طريق ان انا اعمل بروستي بريدكشنز باستخدام السيزميك اتريبيوتس، او ان انا اعمل اكوستيك امبيدنس بريدكشن باستخدام السيزميك امبليتيودز، فيشز بريدكشن باستخدام السيزميك اتريبيوتس. برضو كل ده لو احنا خدنا او يعني قارنا الامثله دي ببعض هنلاقي ان انا بفوكس على الماشين ليرنينج فوكسنج على البريدكشنز اكتر. الداتا ساينس فوكس على الترند، الترند اللي هيزيد فيه البرودكشن، الترند اللي هيزيد فيه الزيت، اسعار الزيت، او لو انا بعمل مينتننس مثلا فبحتاج التايم سيريز اناليسز عشان افهم امتى ممكن اعمل مينتننس وامتى الايكويبمنت بيحصل لها داون تايم.
السكيلز، كل السكيلز اللي في الداتا ساينس نقدر نستخدمها كلها جوه الماشين ليرنينج. بس انا هفوك يعني هفوكس على الحاجات المتشابهه، الماثيماتكس والستاتستكس طبعا، دي زي ما قلنا دي اول حاجه، البروجرامنج لانجويج دي حاجات من الحاجات المتشابهه، الداتا فيجواليزيشن والداتا موديلنج، كل دي من الحاجات المتشابهه بين الاثنين. واعتقد ان كده طبعا في الداتا ساينس احنا محتاجين داتابيز بشكل قوي جدا عشان يبقى عندنا كميه داتا كبيره جدا جدا جدا. في الماشين ليرنينج الداتابيز ابتدت تخش طبعا نتيجه ان انا برضو بقيت اعمل سكيل اب لكل الماشين ليرنينج الجوريزمز اللي موجوده عندي على بيج داتا. فدلوقتي في بلاتفورمز كبيره جدا زي البروجكت الضخم الوزاره شغاله عليه حاليا اللي هو الاي يو جي، ايجيبت اب ستريم جيت واي. اعتقد البروجكت ده بيضم كل الداتا بتاعت مصر. وبعد كده عرفنا ان احنا اقدر اعمل ماشين ليرنينج الجوريزم على داتا دي جزء منها او كلها، وان انا لو انا عجبني الجوريزم كان معمول في خليج المكسيك فانا اقدر اطبقه على الداتا اللي موجوده في مصر مثلا، وان انا ابتدي ان انا اشوف قد ايه الريلابيلتي بتاعت ان انا استخدم الجوريزم من اماكن تانية مختلفه ببعض. وطبعا كنا انا احط الداتا دي كلها في مكان واحد، ده محتاج طبعا هيوج داتابيز، واعتقد ده هيبقى بروجكت ضخم جدا جدا، وبرده ده جزء من السكيلينج اب للماشين ليرنينج الجوريزم. دي بعض الديفرنسز او الكومباريزن بين الماشين ليرنينج والداتا ساينس، ولكن ما لهاش كاتيجورايزيشن قوي. فتعال نفهم الاول اول حاجه اللي هو داتا ستراكشر. عندنا داتا ستراكشر في الماشين ليرنينج داتا ستراكشرد وان ستراكشرد. الداتا ستراكشرد احنا قلناها اللي هي داتا فريمز، او اللي هي الداتا اللي شكل الاكسل شيت، فانا عندي كولومز وعندي روز، وزي ما قلنا ان الكولومز اسمها فيتشرز او اتريبيوتس والروز اسمها اوبزرفيشنز. الانستراكشر داتا زي الايمجز دي اسمها انستراكشر داتا، زي الاوديو الفيديو كل دي انستراكشر داتا. الداتا ساينس بيشتغل بقى مع اي تايب اوف داتا، لان انت اللي بتدخل الفورمات فانت اللي بعمل كودنج عشان اقدر افهم الفورمات ده. ففور اكزامبل مثلا التعامل مع السيجوايز او السايزميك داتا فايلز، الستاندرد سايزميك داتا فايلز سيجواي او الستاندرد سايزميك داتا سيج دي، الفورماتس دي باينري فورماتس، فانا بتعامل معاها بشكل مختلف عن الاستراكشر داتا والانستراكشر داتا، وببتدي ان انا احطها بعد كده في شكل الماشين ليرنينج يقدر يفهمه. فبتبدا الاول داتا ساينس، وبعد كده بنخش بعد كده ليها على الماشين ليرنينج، عشان طبعا يعني زي ما احنا قلنا الماشين ليرنينج هي جزء من الداتا ساينس، والانتراكشن بين الاثنين كبير جدا. وده يمكن العامل الكونفيوجن بين لما حد يقول داتا ساينس وهو يقصد ماشين ليرنينج، او حد يقول ماشين ليرنينج وهو يقصد داتا ساينس. الماشين ليرنينج نو سبيسيفايد رولز فور ايتش بروبلم، ده حقيقي. انا لازم اخش واشوف البروبلم وابتدي ان انا اتست الموديل، انا ببقى عارف يعني المفروض الاكزامبل ده يتحل ازاي، وهنتكلم في ده مع بعض كمان يعني 2 3 سلايدز. ولكن ببقى عارف المشكله دي المفروض تتحل ازاي، لكن كل مشكله كل بروبلم بيبقى ليها، او كل تشالنج بيبقى ليه يونيك رولز بعمل له الالجوريثم بتاعه. في الداتا ساينس تقريبا كل لو انا المشكله مريت بيها مره وعملت لها السكريبت بتاعها بيبقى التشنج بعد كده بيبقى في بعض الامور الصغيره جوه الكودينج، لكن الورك فلو انا خلاص عملته فمش محتاج ان انا اكرر الورك فلو تاني اكتبه من اول وجديد خالص. انا بس هاخد السكريبت بتاعي كوبي اند بيست، وبعد كده اغير فيه بعض الحاجات اللي انا محتاج ان انا اغيرها. وبالمناسبه كانوا بيقولوا كان جوك كده على البروجرامرز هم اكتر ناس بيعرفوا ياخدوا كوبي اند بيست، كان في جوك في مجله كده، فانت لو بتعرف تاخد كوبي اند بيست كويس فانت تقريبا بروجرامرز كويس.
ناخد التوبيك البوينت اللي بعد كده. الماشين ليرنينج بتجنريت جنراليزيشن فور ذا موديل. ولما نيجي للماشين ليرنينج، كلمه جنراليزيشن دي ده ذا كي اوف كي اوف ماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هو عباره، هو ماشي على حاجتين، ماشي على رجلين اتنين بس، الجنراليزيشن والاوبتمايزيشن. اعتقد هنتكلم ده في التكنيك لما نيجي نشرح ازاي بيشتغل الماشين ليرنينج. بس من دلوقتي هنبقى عارفين ان الماشين ليرنينج بيشتغل على او بيمشي على رجلين اتنين، الجنراليزيشن والاوبتمايزيشن. الداتا ساينس جنريت سبيسيفيك انسايتس فور ايتش بروبلم، وهي دي القصه، ان انا محتاج افهم الانسايتس بتاع كل تشالنج موجود عندي. فعشان كده لكل بروبلم بيبقى فيها ليها السبيسيفيك انسايتس بتاعتها. في الماشين ليرنينج اندرستاندينج الالجوريزمز اند ماث از فيري كروشال. لو انت مش فاهم الماشين ليرنينج الماثيماتكس هتطلع ريزلتس تحفه حلوه جدا ملهاش اي معنى ببساطه. وهي دي المشكله الكبيره جدا، ان كل الناس او يعني سوري معظم الناس اللي شغاله من غير ما تبقى فاهمه الالجوريثم ده بيشتغل ازاي بيطلع ريزلتس هايله جدا حلوه جدا شكلها جميل. ريزلتس دي لا تعني شيء في الحياه. فمهم جدا جدا ان انا افهم الماثيماتكس بيهايند كل الجوريثم. الداتا ساينس طبعا الماثيماتكس مهمه والستاتستكس مهمه، ولكن الدومين اكسبرتيز ذا كينج. زي ما احنا قلنا لازم ابقى فاهم انا بشتغل في ايه. الماشين ليرنينج انجينير اللي بجيبه عشان يعني يحل لي مشكله عندي في السب سيرفيس لازم يغير المايند سيت بتاعه. لو انا وديته للاتش ار عشان يحللوا بروبلم مثلا في ريتنشن او بروبلم في اي برودكشن داتا، فالمايند سيت لازم يغيره علشان الدومين اكسبرتيز تغير. ولو انا بتاكل كل البروبلمز اللي موجوده في شركه واحده انا طول الوقت هبقى محتاج معايا من كل ديبارتمنت دومين اكسبرتيز عشان احل المشاكل اللي موجوده في كل ديبارتمنت لوحده، وابقى متاكد ان الحل اللي خارج ده حاجه حقيقيه، حاجه فيزيكال، حاجه مفهومه. لازم اكون معايا دومين اكسبرتيز. الماشين ليرنينج بيعتمد على ان هو يعمل كلاسيفيكيشنز وبريدكشنز للداتا بوينتس باترنز فروم هيستوريكال داتا، ودي حاجه مهمه جدا. الداتا ساينس create insights from world complexities. انت بتخش جوه الداتا علشان افهم الباترن وابتدي ان انا اطلع النويز بره الموضوع. واعتقد هو ده الاسنس بتاع الداتا ساينس. في الماشين ليرنينج الانبوت داتا should be transformed specifically for the algorithm. زي ما احنا قلنا كل algorithm ليه بيشتغل بشكل داتا معين. زي ما احنا قلنا مثلا في موضوع النورماليزيشن او موضوع ان في الجوريثم بيعرف يتعامل مع الاوتلايرز او القيم الخارجه عن الحدود، وفي الجوريثم ما بيعرفش يتعامل معاها بيقف عندها، في الجوريثم ما بتفرقش معاه الفالوز اذا كان الرينج مثلا بتاع الفيتشر من 0 ل 1 ورينج تاني بتاع فيتشر من 100,000 لمليون ما بتفرقش معاه خالص. وفي الجوريزم طبعا فيري فيري سنسيتيف للارقام دي، فطبعا لازم كل الارقام دي تبقى واحد. في الداتا ساينس عشان بقول انا اللي بعمل كل حاجه بايديا، فانا اقدر ابقى عندي جود كنترول على الموضوع ده من البدايه. فانبوت داتا كان بي يوز دايركتلي زي ما انا عايز، which is to be read and analyzed. لان انا اللي بقرا الداتا وانا اللي بعمل لها اناليزز، فانا اللي عارف، انا اللي بعرف احط ويت لكل داتا بوينت من البوينتس اللي عندي. Data Science Skills هو السلايدز دي كانت كبيرة قوي، بس أنا بصراحة اكتفيت إن أنا نتكلم على Data Science Jobs. وأعتقد السكيلز إحنا اتكلمنا كتير قوي على
الكمبيوتر ساينس والماثيماتكس والستاتستكس والدومين اكسبرتيز. بس يهمني دلوقتي ان انا اعرف ان في 4 ديفرنت جوبس للداتا ساينس، كلهم اسمهم داتا ساينس او داتا ساينتست. وعاده لما الاتش ار nowadays يعني لما بيطلب داتا ساينتست بيحط الاربعه مع بعض من غير ما يبقى عارف فهو يقصد مين فيهم. فاحنا محتاجين نبقى فاهمين مين فيهم، كل واحد فيهم بيعمل ايه، علشان ابقى عارف الجزء ده مطلوب امتى في انهي، في كل بروجكت. في كل بروجكت انا بيبقى معايا الاربعه دول، او واحد بيقوم بثمن بالاربعه دول، او اتنين بيقوموا بواجبات الاربعه دول. خلينا نبدا الاول من الداتا اناليست. والداتا اناليست ده هو الراجل اللي بيخش جوه الداتا ويبتدي ان هو يفهم الترندز ويفهم الهيستوريكال داتا ماشيه ازاي، ويطلع لي منها الانسايتس، ويبتدي يقول لي الكورليشنز بين الداتا وبعضها، ويبتدي يفايند الباترنز واوجه التشابه اللي بين الداتا، وهل الداتا دي ريلايبل ولا لا. تاني واحد اسمه الداتا انجينير. والداتا انجينير ده واحد مهمته يميك شور ان احنا جبنا الداتا صح من الريسورسز الصح، الداتا موجوده في فورمات مظبوطه للالجوريثم اللي انا هشتغل عليه. يبتدي يعمل بايب لاينز لكل واحد من الثلاثه التانيين، للماشين ليرنينج انجينير، للداتا اناليست، للداتا ساينتست. يبتدي يعمل لهم بايب لاينز عشان توصل لنا الداتا اوتوماتيك بيننا وبين بعض، في الانتر اكشن بيننا وبين بعض، من غير ما تحصل اي ديستورشن للداتا. فهو واحد مهمته ان هو يكيب الداتا ان ا جود شيب، ويجيب يكيب الانتر اكشن ان ا جود شيب، والداتا كولكشن يتاكد ان هي جايه من سورسز معتمده وما حصلش فيها تغيير intentionally. الماشين ليرنينج انجينير هو واحد بيجنريت الماشين ليرنينج مودلز، ويبتدي ان هو يديني بريدكشنز للفيوتشر او للنيو بوينتس والنيو داتا يعني، ويبتدي ان هو يقول لي الاكيورسي والانسرتينتي اللي موجوده في المودلز دي ايه، which model should work best و which model should work for this type of solution and which model should work for the other solution لو انا عندي different scenarios. الداتا ساينس جنراليست او داتا ساينس او داتا ساينتست هو اللي بيحط بقى كل ده مع بعض. ده راجل عنده الدومين اكسبرت كويس جدا، بيفهم من الماشين ليرنينج انجينير الموديل اللي مطلعه والاكيورسي والانسرتينتيز اللي موجوده في الموديل، وبيبتدي ان هو يفهم من الجنرال ترندز او الهيستوريكال ترندز من الاناليست، ويبتدي ان احنا نحط كل ده مع بعض عشان في الاخر نطلع هاو جود البريدكشن اللي احنا عملناه، وهاو جود الانسايتس اللي احنا عملناها، وهل فعلا نقدر ناخد ديسيشنز على الداتا دي ولا لا. فالاربعه لو احنا حبينا نقول بريوريتي من الديسكريبشن اللي احنا قلناه دلوقتي، هنلاقي ان يعني مفيش حد فيهم ليه بريورتي على حد، بالعكس ده هم كلهم الاربعه بينتراكتوا بينتجريت مع بعض عشان في الاخر يطلع البريدكشن او الموديل او الديسيشن اللي محتاجاه الشركه اللي يكون في الرايت تراك. طبعا زي ما احنا قلنا ان الداتا ساينس الاربعه الجوبس دول في بعض الشركات بيقوم واحد بيهم واحد بس لو الشركات الصغيره، وفي بعض الشركات طبعا بيقوم فيهم تيم، يعني زي شركات زي مايكروسوفت وجوجل وامازون، ففي تيم اسمه داتا ساينتست تيم، في تيم اسمه داتا انجينيرز، في تيمز اسمهم ماشين ليرنينج انجينيرز، داتا اناليست، في تيمز، ومش بس الهاي تك كومبانيز بس، ولكن ليا صديق يعني شغال في شركه سانوفي في اسبانيا، وهو من ضمن الداتا اناليست تيم، والتايتل بتاعه اسمه ستاتستيكال فوركاستر، فده من ضمن الداتا اناليست تيم. ف
فمش بس الشركات الكبيرة في التكنولوجي أو الهاي تك، ولكن حتى شركات الأدوية الكبيرة، شركات البترول الكبيرة زي شركة إيكينور مثلا عندها داتا ساينس تيم كامل. الشركات الكبيرة دلوقتي بتبني داتا ساينس تيم. آخرهم كان أرامكو من الأسبوع اللي فات عارضة تو جوبز داتا ساينتست، واحد عشان يشتغل مع التايم سيريز اناليسز او يشتغل على التايم سيريز اناليسز، والتاني عشان يشتغل مع الدريلينج تيم في الاوجمانتد رياليتي والفي ار تكنولوجيز. فاعتقد ان الشركات الاويل اند جاز ابتدت تخش في مجال الداتا ساينس بشكل قوي، واعتقد ان خلال ال5 سنين الجايين هيبقى ليه وجود قوي جدا في الاويل اند جاز اندستري. طيب ازاي بقى احنا نقدر نتعلم كودينج لو احنا شايفين ان الكودينج حاجه مهمه كده، وشايفين المستقبل رايح ناحيه هذا الاتجاه، خاصه واحنا يعني بالنسبه للطلبه في السن ده اعتقد انت بتبني المستقبل بتاعك. فازاي ان انا اقدر اتعلم كودينج في الفتره اللي انا فيها دي، او في الوقت اللي انا فيه ده؟ أنا الأول قبل ما أقول لك إزاي تتعلم كودينج، إحنا محتاجين نعرف إحنا ليه نتعلم كودينج؟ يعني هو أنا ليه محتاج إن أتعلم كودينج؟ أتعلم لانجوج، بروجرامينج لانجوج. أنا بصراحة لما قعدت أكتب أنا ليه هتعلم بروجرامينج لانجوج، لقيت نفسي كتبت 18 ريزن، كتير قوي بصراحة. ولكن أعتقد لو إحنا قعدنا مع بعض وقعدنا نتناقش كده ونعمل برين ستورمينج، اعتقد ممكن نكتب اكتر من كده بكتير. بس تعالى نكتب نتكلم مع بعض واقول لكم الحاجات اللي انا شايفها من وجهه نظري مهمه جوه ال 18 دول. وطبعا يعني البلاي ستيشن هتبقى معاكم، فتقدر طبعا تريفيو كل الكلام اللي احنا كاتبينه. اول حاجه ان الكودينج بيزود عندك الكرياتيفيتي، ودي حاجه مهمه جدا. الكودينج بيخليك لو انت عندك مشكلة وعايز تحلها، فبيخليك بيديك الأداة إن أنت تقدر تحل المشكلة دي، لأن أنت مش باوندد، ولا أنت متأيد بالسوفت وير كابابيلتيز اللي موجودة بيها أو أنت بتشتغل بيها. مش متأيد بإن السوفت وير ممكن يكراش منك، أو إن أنا محتاج وقت معين أشتغل فيه. لا، الكودينج يعني حاجة سهلة جدا. الحاجة التانية، كل الجوبز زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية دلوقتي ابتدت تبقى محتاجة داتا ساينتست. ويمكن كنت انا بتكلم مع زميل امبارح بالليل، وكنت بقول له انا للأسف يعني ما خدتش السلايد دي، ولكن السلايد دي كنت عايز احطها لكم معايا في الكود. انا على لينكد ان عامل سيرش فور جوبس، وكنت عايز احط السلايد دي النهارده. وورلد وايد عامل سيرش على سينيور جيوفيزست وداتا ساينتست وليد جيولوجيست في كل المجالات، سواء اذا كان اويل اند جاز او اي مجال تاني. فتخيل ان السينيور جيوفيزست النيو جوبس للسينيور جيوفيزست 4 بس في العالم كله. ليد جيولوجيست 236 في كل الاندستريز، المايننج والجولد مايننج والاويل اند جاز 236. الداتا ساينتست 2525. فانت متخيل الرقم قد ايه؟ الرقم يعني او الكورليشن بين الاثنين ببعض صعبه جدا ان احنا نحطهم في مقارنه، بين ان انا يبقى عندي 243 جوب او جوبس للجيولوجيست والجيوفيزيست، وعندي 2500 نيو جوب فور داتا ساينتست. فاعتقد اتس تايم يعني، او يعني العالم كله بيتحول لداتا ساينتست او داتا ساينس. فاعتقد ان هي يعني بتديني اتس اوبن اب اذر جوب اوبورتونيتي، ده حقيقي موجود يعني ان ريل لايف. الحاجة التانية انك ممكن تبقى تشتغل بروجرامر از فريلانسر، اذا كنت انت اصلا شغال يعني هتشتغل فريلانسر، او هتشتغل فريلانسر جنب الجوب بتاعتك اصلا.
الحاجة الرابعة اتس فري على فكرة، انت عشان تتعلم كودينج مش هتدفع فلوس، انت بس هتستثمر شوية وقت، ف تحط وقته ومجهوده في الآخر تتعلم a new language. وباي ذا واي اتس لانجوج، يعني حد بيسالني انت بتتكلم كام لغه، انا بقول لهم انا بتكلم 6 لغات، 3 كمبيوتر و3 هيومن، انا بتكلم عربي وانجليزي واسباني وبكتب وبفهم جافا وار وبايثون. ف اتس حاجه تخلي السي في بتاعك ستاند اوت، حاجه تخلي السي في بتاعك فيه حاجه زياده عن الباقيين، بس خد بالك مش فور لونج تايم. يعني الاعداد دلوقتي اللي الناس اللي بتتعلم برمجه دلوقتي اعداد كبيره جدا جدا، فلازم تزود حاجه في السي في بتاعك. زمان افتكر كان في السبعينات كان الواحد المفروض عشان يشتغل في اي شركه محترمه لازم يكون معاه شهاده جامعيه، وبعد كده الموضوع تطور ان احنا لازم يكون معانا شهاده جامعيه ولانجوج انجليزي، لازم تكون بتتكلم انجليزي كويس. وبعد كده في التسعينات ابتدى الموضوع يتطور ويبقى معانا شهاده جامعيه وانجليزي وكمان كمبيوتر سكيلز. بعد كده الموضوع بيتطور دلوقتي ولازم يكون معاك شهاده جامعيه وانجليزي وكمبيوتر سكيلز وبروجرامنج لانجوج. واعتقد لو انت ليك ادفانتج هيبقى ليك ادفانتج اكتر لو انت معاك داتا ساينس سكيلز اكتر. Why should I learn Python؟ ده من ضمن اللي هو ازاي اتعلم كودينج، بس تعالى نبص كده مع بعض على المقارنة بين اكبر two languages مستخدمين في مجال الداتا ساينس والماشين ليرنينج، هما البايثون والار. الداتا ساينس او سوري التو لانجويجز دول هم اكبر تو لانجويجز مستخدمين جوه مجال الداتا ساينس والماشين ليرنينج. ولما بحثت على جوجل ترندز عشان اشوف الناس بتسال على ايه او يعني الترند بتاع البايثون والار، فزي ما انت شايف كده ده اخر 10 سنين تقريبا، من 2010 كان الموضوع قليل قوي وابتدى بعد كده يزيد لحد تقريبا وصلنا 2015 2016 وابتدى يبقى فيه عندي بريكنج بوينت هنا. باي ذا واي اللي احنا بنعمله ده اسمه داتا ساينس، يعني احنا بنانلايز الموديل اللي قدامنا، وابتدينا ان احنا نشوف بعد كده في ترند عالي جدا جدا من الديماند ومن الاسئله على الجزء الخاص بالماشين ليرنينج على كل اللانجوجز. ولكن لما ابص للاحمر والازرق دول اللي بيمثلوا البايثون والاخضر والاصفر اللي بيمثلوا الار، فهلاقي ان طبعا فرق كبير جدا جدا بين البايثون لو احنا خدنا افريج ترند وبين الار لو احنا خدنا افريج ترند، فهلاقي تقريبا البايثون منتشره بشكل قوي جدا 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 عن اللانجوج اللي هي اسمها ار. وبما ان انا بكتب بايثون وار فانا اقدر اقول لك بكل بساطه الفرق ده جاي منين، وهنشوفه في السلايد اللي جايه، ولا خلينا في السلايد اللي جايه نبقى نتكلم عليه بكل بساطه. السلايد هي بتشرح نفسها، فهنخلينا هتقول لنا ليه البايثون يمكن واخد احسن شويه من الار. ولكن في الاول خالص انا عايزك تبص معايا تحت خالص، هنبدا السلايد من تحت. انا عندي ده البايثون، علامه البايثون هنا، وعلى الرايت هاند سايد هنا كل الهاي تك كومبانيز اللي بتشتغل يوزنج البايثون في التيم بتاعها زي الديلي روتين. فانا عندي جوجل ونتفليكس وفيسبوك، اعتقد تقريبا عارفين كل الماركات اللي قدامنا دي، احنا تقريبا كلنا عارفينها، واعتقد على الاقل خالص كل واحد فينا الموبايل بتاعه فيه على الاقل من 5 لكلهم تقريبا، او من 5 لـ6 ابلكيشنز تحت الاسم ده. لو رحنا على الداتا على الناحيه الثانيه من الساين دي في اللي هو بايثون لوجو في الليفت هاند سايد، فهنلاقي الشركات الكبيره جدا بتاعه الاويل اند جاز اندستري زي شلمبرجير زي ايكنور زي كونكو فيليبس شيل اي بي جي طبعا اجايل
بترو ويل بلان، دي واحده من الشركات اللي بادئه بتعمل ويل تراجكتوريز من اي تو زي بالبايثون، وهو فري حتى الان، فري لايبرري، فدي حاجه كويسه جدا. انا حابب اتكلم على اكنور وحابب اتكلم على شل. هتكلم على اكنور الاول، اللي هي شركه الحكومه النرويجيه. شركه الحكومه النرويجيه او اكنور عندها داتا ساينس تيم من زمان قوي، اعتقد من قبل 2010، وهم عندهم عاملين لايبرز قويه جدا، عاملين لايبرز اسمها سيج واي اي او، ودي اللي بتقدر نقدر نعمل بيها امبورتنج واكسبورتنج للسيج واي فايلز، السيج واي داتا، سايزميك داتا انتو بايثون، و مانيبوليشن كمان لو انت عايز تغير حاجه في الداتا، ولو انت عايز تخليها داتا تغير الفورمات بتاعها عشان تقدر تشتغل عليها ماشين ليرنينج. تاني شركه عايز اتكلم عليها هي شيل. شيل في 2019 كان عندها اوبجكتيف هم لسه ما حققوهوش، بس هم شغالين عليه، ان هم يقدروا يدرل اول without any human interfering just machines من داتا كولكشن والبروسيسنج والانتربريتيشن، وان هو يعمل بروسبكتنج او يعمل بروسبكت ايفالويشن وريسكينج، بعد كده يعمل له ايكونومكس، بعد كده يبدا يحطه على الحفر والبروجرام بتاع الحفر بتاعه. فده يديك انديكيشن ان الاندستري رايحه في اي اتجاه. ليه بقى احنا لازم نتعلم بايثون؟ انا عايزك الاول تبص برضو على الكيرف اللي على ايدينا اليمين اللي انا بشرح عليه دلوقتي. ده ويب سايت من اشهر الويب سايتس اللي موجوده للناس البروجرامرز والناس اللي شغاله في الاي تي والتكنولوجي، اسمه ستاك اوفر فلو، ولو انت ما تعرفوش حاول تسيرش عليه، ده واحد من اكبر المواقع في العالم كله. ستاك اوفر فلو عليه سيرش الاسئله والاجابات بكل لغات البرمجه وكل المشاكل التقنيه المشاكل الخاصه بالاي تي. فلو احنا بصينا على كل اللغات اللي موجوده هنا، وباي ذا واي اللغه الاولانيه خالص اسمها سي شارب والسي بلس بلس، دول اللغتين اللي مكتوب بيهم سوفت وير زي البترول. طبعا احنا عارفين ان البترول واحد من اقوى السوفت ويرز اللي موجوده في السوق حاليا، او اشهر السوفت ويرز كمان اللي موجوده في السوق حاليا. هنلاقي ان السي شارب كانت بادئه في 2009 بريكورد عالي جدا، الناس بتسال عليها كتير او الاسئله والمشاكل بتاعتها كتير، وده بيانديكيت ان الاستخدام بتاعها كان كتير جدا، وابتدى يقل بشكل واضح جدا 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 مع ظهور البايثون، وابتدى ان البايثون ياخد ترند اعلى منه. ولو احنا بصينا على الترند بتاع البايثون، هنلاقي هو نفس الترند بتاع الجوجل ترندز اللي احنا شفناه، وده اللي هو العام 2016، وده تقريبا كان من بعد الترند ده، من بعد سنه 2016 هنلاقي كل البروجرامنج لانجويجز ابتدت تضمحل، ابتدى الاسئله فيها تقل، الا البايثون هو اللي الترند بتاعه ابتدى يبقى عالي وبيعلى معانا طول الوقت. عاوزين نبص كمان على لانجوج تانية اسمها جافا سكريبت، اللي هو اللون الاخضر اللي قدامنا ده. دي اللانجوج اللي بتستخدم عشان نعمل بيها الويب سايتس، واحنا عارفين طبعا الويب سايتس العدد بتاع الويب سايتس في العالم بيزيد كل يوم، وكل الشركات كل شركة جديدة بتعمل لها ويب سايت، فالويب سايت طول الوقت بتزيد كل يوم. لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان هو في ازدياد، وبعد كده ابتدى يقل، وبعد كده ابتدى يثبت، ومع ذلك البايثون متصدر الترند حتى الان. فده كله يقول لك قد ايه انت محتاج ان انت تتعلم بايثون، او يقول لك ان اللانجوج بتاعت المستقبل قد تكون بايثون. بايثون حتى الان احنا هي في جوينج اب ترند، مش عارفين ممكن نكسر الترند ده بحاجه ثانيه ولا لا، ولكن حتى الان اكتر لانجوج مستخدمه، واكتر لانجوج الناس بتتعلمها، واكتر لانجوج الشركات بتعمل لها سبورت. زي من اسبوع كنت عامل شيرنج البوست ان امازون فتحت ماشين ليرنينج يونيفرستي اونلاين بتعلم فيها الماشين ليرنينج يوزنج البايثون. مايكروسوفت عندها تشانل بتعلم البايثون،
جوجل عندها جوجل ديفلوبرز بتعلم الماشين ليرنينج والنيورال نتوركس، وده كله يوزنج البايثون. اعتقد يعني بعد كل الاسباب دي احنا مش محتاجين نقرا ال 11 سبب اللي على جنب دول، ولكن خلينا نجو ثرو او يعني ناخد اهم الاسباب فيهم. زي اول حاجه يعني بالنسبه لنا بقت واضحه وصريحه ان البايثون از ذا فاستست جروينج بروجرامينج لانجويج حتى الان. ايزي تو ريد، ايزي تو رايت، ايزي تو ليرن. اعتقد هنشوف الاكزامبل ده مع بعض. بايثون هاز انكريدبلي سبورتيف كوميونتي، وزي ما احنا شايفين على ستاك اوفر فلو كميه الاسئله والاجابات بتزيد يوم بعد يوم. طبعا اتس اوبن سورس باكج، فده فري باكج، فري لانجويج، واي نوت انك تتعلم حاجه في الفري. مالتي بيربز بروجرامينج لانجويج، وهي دي الحته اللي كنت عايز اذكرها لما كنت بقارن بين الار والبايثون. البايثون مالتي بيربز بروجرامينج لانجويج، بمعنى ان هي داخله تقريبا في كل حاجه، من اول ان احنا نعمل جاست نو اكتيف سكريبت لسوفت وير ديفلوبمنت، لاستاتستيكال بروجرامينج، لان انا اعمل بيها ويب بيج، اعمل بيها العاب، اعمل بيها ابلكيشنز. على عكس الار، الار هي فوكس على الاستاتستيكال بروجرامينج او ان انا اعمل بيها ستاتستيكال موديل. فده الار حلو جدا جدا ان انا اشتغل بيها داتا ساينس، صعب قوي ان اشتغل بيها ماشين ليرنينج، او يعني صعب شويه ان انا اشتغل بيها ماشين ليرنينج. بقدر اعمل بيها ويب بيج بس الديبلويمنت بتاعها صعب. بقدر اعمل بيها ابلكيشنز بس برضه الديبلويمنت بتاعها صعب ولسه في مرحله الديفلوبمنت، عكس البايثون اللي هي في مرحله الماتوريشن. ف البايثون مالتي بيربز بروجرامينج لانجويج عكس الار. طبعا بيج كومبانيز يوز بايثون، احنا شرحنا ده بالتفصيل. الهاي ديماند في الماركت احنا اتكلمنا عليه، hundreds of applications and libraries، وهوريك دلوقتي بعض اللايبرز اللي احنا بنشتغل بيها. بايثون ديفلوبرز ميك جريت ماني، ده كانوا كاتبين كده على الويب سايت في امريكا، فانا مش عارف في الحقيقه ده عندنا ايه الموضوع، ولكن في امريكا بيعملوا فلوس كويسه من البايثون. جريت تول فور ريبروديوسابيلتي، ودي حاجه مهمه جدا جدا. انا عايز ان انا لما اعمل سكريبت، السكريبت ده اقدر استخدمه اكتر من مره، وان انا بدام حليت المشكله دي مره اقدر احلها 20 مره تاني بنفس الورك فلو بنفس السكريبت. مش محتاج ان انا كل مره لما اجي احل نفس المشكله ابتدي ان انا اخترع العجله من اول وجديد. اخر حاجه ان هي كولابوريتيف لانجويج تو بيلد كومبلكس تاسكس، بمعنى بكل بساطه بمعنى ان احنا لو احنا تيم وبنعمل بروجكت مع بعض فنقدر نقسم التاسكس مع بعض، ونقدر بعد كده انتجريت الكود بتاعنا كله مع بعض عشان يعمل في الاخر البروجكت كله مره. باشمهندس عمرو انا اسف ان انا بقطع حضرتك، بس ممكن بس حضرتك استك شويه عشان الشباب بس عاوزين بيشتكوا من الصوت. بس والله انا بحاول ان انا اعلي صوتي، بس حاضر هحاول اعلي صوتي اكتر من تمام، كده. شكرا شكرا. الصوت دلوقتي كويس؟ تمام كده كده على شويه. تمام طيب هايل جدا. أنا محتاج حد يعمل لي ينسون يا غندور. أنا يا أوكي. هندسة. هاو تو كود، أنا هنا بتكلم على المايند سيت بتاع الحد عايز يتعلم بروجرامينج. بالمناسبة البروجرامينج ليها مايند سيت، ودي حاجة من الحاجات الحلوة جدا. بمعنى إن أنت لو اتعلمت وان لانجوج بتبقى في الاول هي دي يعني اصعب تاسك هتبقى بالنسبه لك، ان انت تتعلم ذا فيرست لانجويج. بعد كده الثانيه والثالثه والرابعه، ولو حبيت تتعلم كل اللانجويجز بيبقى الموضوع اسهل في كل مره تتعلم لانجويجز جديده. الموضوع ان انت في اول مره بتظبط المايند سيت بتاعك، بعد كده على البروجرامينج يعني، بعد كده انت بتغير بس التكست الكوماند اللي بين اللانجوج والتانية، وده يمكن هنشوفه واحنا بنشرح دلوقتي. بس اعتقد ان الستة توبيك او الستة تاسكس اللي قدامنا دول
دول المايند سيت بتوع اي بروجرامينج لانجوج، اي بروجرامينج لانجوج ايا كانت. يعني انا بعرف اكتب 3 لغات اللي هي جافا والار والبايثون، والثلاثه ديفرنت عن بعض خالص، وحتى هم يعني الـ3 لغات البيربس بتاع كل لغه فيهم اصلا مختلف، ف وهم كلهم مشتركين في الستة دول. أول واحدة اللي هو الأسايمنت. طب خليني أشرح الجزء ده عشان حابب أقوله. الجافا is multi-purpose language، ودي بيتعمل بيها أو كان المقصود بيها، يعني اخترعوها في الستينات، كانوا عايزين بيها يشغلوا بيها كل حاجة، إن التلفزيون يشتغل مع الثلاجة، يشتغل مع الغسالة، يشتغل مع كل حاجة، كل ده باستخدام الجافا. فكانوا اخترعوا كونسبت اسمه الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، والار لانجوج اسمها فانكشنال لانجوج، بتعتمد ان انت تبني فانكشنز طول الوقت، وهي دي النواة بتاعت اي تاسك بتتعمل جوه الار. البايثون هي خليط من الاثنين، بتشتغل على ان انت تعمل فانكشنز وتشتغل اوبجكت اورينتد بروجرامينج، فالاثنين شغالين مع بعض. فلو احنا بصينا او لو احنا عرفنا ان الثلاثه دول البيربز بتاعهم مختلف، او الكلاسز بتاعتهم مختلفه، او الكلاسيفيكيشن بتاع الثلاثه لانجوج دول مختلفه، والثلاثه متفقين في الستة ايتمز اللي انا بتكلم عليهم هنا دول، فمعنى كده ان لو احنا قدرنا نفهم الجزء ده بس، فاحنا كده قدرنا نفهم المايند سيت اللي اقدر اشتغل بيه في اي بروجرامنج لانجوج. اول حاجه لازم اتعلمها، اتعلم ازاي اعمل اساينمنت. واساينمنت دي اللي هو الداتا ستراكشر بتاع اللانجوج نفسها. الداتا في اي بروجرامنج لانجوج بتبقى عباره عن 4 تايبس. اول حاجه الانتجر اللي هو الرقم 1 2 3 4 10 100، ده اسمه انتجر. بعد كده الفلوت، والفلوت ده اللي هو الكسر العشري، يعني 0.5 او 1.7 5.3، دي اسمها فلوت values. وبعد كده السترينج اللي هو التكست، اللي هو اسمي عمرو او لندن او لابتوب، اللي هو التكست نفسه. وبعد كده اخر حاجه في الداتا ستراكشر البوليان، والبوليان ده اللي هو الاجابات بتاعت اسئله هل، اللي هو ترو وفولس ويس ونو نال داتا، اللي هي الحاجات اللي هي ترو فولس معظمها، او يس ونو. بعد كده بنعمل حاجه تانية اسمها الكنترول فلو، والكنترول فلو دول اللي هم الاف ستيتمنت واللوبس، الوايل لوب والفور لوبس، ودول اللي هم بيخلوني اغير مجرى البروجرامينج او مجرى السكريبت نفسه. ان انا لما اجي اعمل تاسك اقول له لما تلاقي الجاما راي اكتر من 100 برنت شيل، فده يبقى عارف ان ده شيل. لما الاقي الجاما راي اقل من 50 فده ساند، برنت ساند، ده اسمه اف ستيتمنت، او بغير مجرى البروجرامينج نفسه. وبعد كده او ان انا اقول له لما تلاقي الجاما راي اكتر من 150 ما تحسبش نت باي، لما تلاقي الجاما راي اقل من 50 احسب النت باي. فانا كده بغير الاوبشنز، فده اسمه كنترول فلو. واللي انا اعمل اللوبس، الوايل لوب والفور لوبس، اللي هم بيعملوا لي ايتريشن، ان انا لما باجي اعمل عمليه حسابيه وعايز اعمل عمليه حسابيه لاكتر من مره، زي ان انا اقدر اعمل مثلا ساند كاونت، فعايز اقول له لما تيجي تعد الساند بحط له لوب اقول له من الدبس 0 لحد الدبس تي دي مثلا، اللي هو سي مثلا 3000 متر، فمن الدبس 0 للدبس 3000 اعمل الساند كاونت. كل مره يجي يعد لحد ويعمل ويحسب الساند كاونت لحد ما يوصل ل 3000 ويقف، فده اسمها لوب. بعد كده عندنا الماثيماتيكال اوبريشنز، اللي هو الجمع والطرح والضرب والقسمه. وبعد كده الحاجات بقى الاكبر من واللي يساوي والاقل من، واخر اخر واحده خالص اللي احنا بنبص عليها هنا اللي هو اكسكليميشن مارك وايكوال، دي معناها نوت ايكوال. اكسكليميشن مارك وايكوال معناها نوت ايكوال.
وبعد كده عندنا لوجيكال اوبريتورز اللي هو بلس ايكوال اللي هو زود واحد طول الوقت، ماينس ايكوال ده معناها نقص واحد طول الوقت، الموديلاي ان انا اجيب الموديلاي ده بيفيدني ان انا لو انا عايز اخد القيمه الانتجر في ناتج القسمه، بمعنى ان انا لو قسمت 7 على 2 فالناتج هيبقى 3 مش 3.5، 3 لان انا باخد الانتجر فاليو بس. اللي جنبها على طول اللي هي علامه البرسنتج، دي هي مش علامه البرسنتج حقيقي، هي دي باخد منها الفراكشن من القسمه، يعني 7 على 2 تديني 0.5. وبعد كده بعمل الفانكشنز، برضو دي حاجه من الحاجات اللي انا المفروض اعرفها وافهمها. الفانكشن هي عباره عن سيت اوف كوماندز بيشتغلوا ان سيكونس عشان يبرفورم وان تاسك. وفي البايثون بيبقى ليها الشكل ده اللي هو ديف دبل دوت، بدي كده الفانكشن، انا كده بعرف ان انا هعمل فانكشن. في الار مثلا بنكتب فانكشن between brackets x او ال x ده اللي هو ال variable اللي انا هغيره، فدي كده شكل الفانكشن. فهو هو نفس الـ يعني ال functions في الاثنين في التو لانجوج بتعمل نفس الحاجه، ولكن طريقه كتابه الفانكشن بتبقى مختلفه. عشان كده بقول لو احنا اتعلمنا لانجوج نقدر نتعلم الثانيه بكل سهوله. ثالث حاجه او رابع حاجه عندي ال error handling، ان انا ازاي ابعد عن الايرورز او افويد الايرورز اللي بتظهر لي، وازاي اتعامل مع الايرورز دي اصلا، ازاي اتعامل مع الايرور اللي ظاهر لي، الايرور اللي ما يظهر ده ابقى فاهم الايرور ده في انهي جزء من الداتا واتعامل معاه ازاي، ده نتيجه الداتا نفسها اللي انا مدخلها غلط، ولا نتيجه الايكويشن اللي انا كاتبها مش صح، ولا نتيجه في مشكله في الفلو. ده هو الايرور هاندلنج. وبعد كده عندنا الريفيوينج او بنقول عليها الديباجينج برضو. الديباجينج ده ان انا ابتدي ان انا اسيرش جوه الكود بتاعي، حتى لو الكود شغال كويس ابتدي ان انا اسيرش جوه الكود بتاعي على مشاكل الكود المخفيه اللي انا مش شايفها قدام عينيا، او ممكن تبقى ظاهره طبعا وممكن ما تبقاش ظاهره خالص. ممكن يبقى بكل بساطه ان المشكله في الكود ان انا نسيت كوما، او حطيت سبيس زياده، او حطيت دوت مش في مكانها. دي بعض المشاكل اللي ممكن توقف البرنامج اصلا انه يشتغل او السكريبت نفسه انه يشتغل. او ان انا بعمل عمليات حسابيه كتيره جدا ومعقده، فالمفروض الناتج يطلع بشكل وهو بيطلع بشكل تاني خالص، فدي برضو لازم ارجع اعيد تاني حساباتي وابتدي ان انا اشوف فين الجزء اللي مش مظبوط وابتدي ان انا ارجع اصلحه تاني. البايثون most popular packages او libraries، ودي زي ما قلنا كده دي الحاجات المهمه جدا في البايثون لما نيجي نتعلم البايثون. عندنا الاناليسيس باكجز، ودي اسمها النمباي او النيموريكال مانيبيوليشن اند لينير الجبرا، ودي متخصصه في ان انا اعمل ديستريبيوشنز، ان انا اعمل لينير الجبرا تاسكس كلها. تاني حاجه عندي البانداز، البانداز دي متخصصه في بيلدينج والمانيبيوليتنج بتاع داتا فريمز، داتا فريمز اللي هي الاستراكشر داتا لو احنا كنا فاكرين، اللي هي بتتكون من فيتشرز واوبزرفيشنز، وقلنا تاني اللي هي لو شكل اكسل شيت فالكولومز عندي اسمها الفيتشرز، والاوبزرفيشنز عندي اسمها الروز او الروز اسمها اوبزرفيشنز، ودي اسمها داتا فريمز، وهم سموها بانداز عشان البانداز فيها لونين بس، هو الكائن تقريبا الوحيد اللي عنده لونين بس ابيض واسود، فعشان كده هي كولومز اند روز فسموها بانداز، مش عارف حاجه غريبه. الفيجواليزيشن باكجز، عندنا المات بلوت ليب او الماثيماتيكال بلوتنج لايبرري، ودي متخصصه في ان انا ارسم البلوتس والكونتورز. السي بورن هي مبنيه على المات بلوت ليب، ولكن دي متخصصه ان هي تعمل لي بيوتيفول بلوتس، هي نفس البلوتس ولكن بشكل ارتستيك اكتر. بلوتلي ودي انتر اكتف بلوتنج، بنقدر نعمل بيها بلوتس برضو ولكن انتر اكتف، اقدر ازوم ان وزوم اوت، اخد فاليوز معينه، اقدر اغير في البلوتنج
وبعد ما عملت السكريبت بتاعي. الماشين ليرنينج باكجز عندي تنسر فلو، تنسر فلو الباكج بتاعت جوجل، دي باكج يعني هاي ليفل جدا جدا ومتخصصه جدا في نيورال نتوركس والديب ليرنينج، كيرس ماشين ليرنينج الجوريزمز، وبتشتغل مع تنسر فلو طول الوقت، سايكت ليرن ماشين ليرنينج الجوريزمز والموديل ايفالويشن، وهنتكلم بريفلي كده عن الموديل ايفالويشن. بعد كده عندي الباكجز اللي هي ساي باي واوبس باي، الاثنين باكجز عليهم ساينتفك ايكويشنز، والاوبس باي السايزميك مانيبيليشن وريدنج سيجوايز، والاوبس باي بتشتغل اكتر مع السايزمولوجي، الناس اللي بتشتغل في علم الزلازل اكتر من الريفليكشن سايزميك او السيجي كيوب او السيجواي اللي احنا بنشتغل بيه. بعد كده عندنا الجيو ساينس باكجز، ويلي ولاس اي او، دول بيشتغلوا مع البتروفيزيكال داتا او اللاس فايلز، والاثنين بيعملوا نفس الغرض، هي اكشولي لاس اي او كانت الاول وويلي اتبنت عليها، فبس الاثنين لسه شغالين مع بعض، فدول بيقروا وبنقدر نقرا بيهم ونقدر نعمل مانيبيليشن لللاس فايلز. وبعد كده عندي سيجواي اي او، دي اللايبرري بتاعت اكنور اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، دي بتقرا السايزميك سيجواي فايلز وتقدر تعمل مانيبيليشن، مانيبيليشن يعني بروسيسنج، اقدر اغير في الداتا، اقدر اغير في شكل الداتا من جوه او ان انا ازود هيدرز. بعد كده في اخر لايبرري اللي هي اسمها بترو باي، وفي ار هنا ناقصه بعد التي، بترو باي هي بتروفيزيكال ايفالويشن، ودي باكج بتشتغل على ان احنا نقدر نعمل بتروفيزيكال ايفالويشن للداتا للويل داتا اللي موجوده عندنا. فاعتقد لو احنا بصينا كده هنلاقي ان تقريبا كل الباكجز اللي موجوده بتقدر او كل باكجز اللي موجوده في البايثون تقدر تقريبا تعمل كل حاجه بالنسبه للجيو ساينس والداتا ساينس. اوكي بعد كده احنا هنبدا نتكلم على الماشين ليرنينج، وانا شايف ان احنا تقريبا الساعه 8:30، فاحنا قدامنا نص ساعه. انا كنت عامل حسابي ان احنا نقدر نخلص لحد دلوقتي الجزء الثيوريتيكال وبعد كده نبص على الجزء العملي، بس اعتقد يعني هنحاول نوصل بسرعه للجزء اللي احنا محتاجينه. الماشين ليرنينج تكنيكس، احنا عاوزين نتكلم عن الكلاسيفيكيشن بتاع الماشين ليرنينج. احنا طبعا عرفنا الديفينيشن بتاع الماشين ليرنينج وهي بتشتغل ازاي، ولكن ينقصنا دلوقتي ان احنا نعرف الالجوريزمز والكلاسيفيكيشن بتاعت الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج عندنا تو كلاسيفيكيشنز، سوبرفايزد ماشين ليرنينج او سوبرفايزد ليرنينج وانسوبرفايزد ليرنينج. السوبرفايزد ليرنينج الفرق بينه وبين الانسوبرفايزد ليرنينج ان السوبرفايزد ليرنينج ليه الداتا ليها ليبل، ليه ريفرنس، يعني لما بتعلم من الداتا القديمه من الباست داتا او من الهيستوريكال داتا بيبقى معايا كمان الريفرنس اللي انا اقدر اشوف هو اللي اتعلمه ده صح ولا لا، وبتعلم منه كمان، فده اسمها ليبلد داتا. الانسوبرفايزد ليرنينج دي ان ليبل داتا، انا ما عنديش حاجه اقارن بيها، ما عنديش ريفرنس في الاخر، فبنستخدمها في حالتين، بنستخدمها في الكلاسترنج والدايمنشناليتي ريدكشن. الكلاسترنج ان انا افصل الداتا عن بعض واقول ان مجموعه الداتا دول متفقين مع بعض في بعض الكاركترستكس فدول هيبقوا مع بعض، والجزء الثاني متفقين مع بعض مع كاركترستكس ثانيه فدول هيبقوا مع بعض. الدايمنشناليتي ريدكشن زي ما احنا قلنا قبل كده، لو انا عندي داتا فيها فيتشرز كتيره جدا جدا ومش هتديني يونيك سوليوشن او مش هتديني حل مناسب ليا باكيرسي كويسه، ببتدي ان انا اعمل حاجه اسمها دايمنشناليتي ريدكشن، ان انا ابتدي ان انا اقلل عدد الكولومز او عدد الفيتشرز اللي موجوده، وده بيتم عن طريق الجوريثم اشهر واحد فيهم اسمه
برنسبال كومبوننت اناليسز، واللي مكتوب هنا بي سي 1 وبي سي 2، دول اللي هم برنسبال كومبوننت 1 وبرنسبال كومبوننت 2. السوبرفايز ليرنينج عندنا تو تايبس من الالجوريزم، اللي هو الريجريشن، واللي هو انا ببريدكت فيه 1 فاليو، بعمل بريدكشن للداتا اللي موجوده عندي، وبعمل بريدكشن لكل بوينت بقيمتها المفروض تكون عامله كام. الكلاسيفيكيشن هو زي الكلاسترنج كده، بفصل الداتا عن بعضها، ولكن انا هنا مش الغرض ان انا افصل الداتا عن بعضها، الغرض ان انا احط البوينت في مكانها الصحيح بالنسبه للكلاس بتاعها. بيبقى عندي ليبل داتا او ريفرنس، فانا عارف كل داتا بوينت عندي المفروض تبقى بيلونج لانهي كلاس، وابتدي انا احط الداتا اللي موجوده فيها الجديده او الداتا اللي انا بعمل لها تيستينج في الكلاس الصح بتاعها. اكبر اكزامبل على الكلاسيفيكيشن هو الفيشز كلاسيفيكيشن، لما بعتيلي ان انا اعمل ان انا اعمل كلاسنج للداتا او كلاسيفاينج للداتا لساند وشيل وسيلت ولايمستون، فالمفروض ان انا البوينت الجديده اللي جايه لي بمعلوميه اللوجز مثلا، ان انا اقول ده المفروض دي تبقى في موجوده في الشيل، موجوده في الساند، المفروض تبقى موجوده في اللايمستون. ده الكلاسيفيكيشن. عكس الكلاسترنج انا لسه ما عنديش ريفرنس للداتا، مش عارف فين الشيل، مش عارف فين الساند، انا بس عايز اقسم الداتا اللي موجوده عندي لكلاسترز عشان ابتدي ان انا اتعامل عليهم بعد كده. برضو نوت، الانسوبرفايزد ليرنينج اللي هم الدايمنشناليتي ريدكشن والكلاسترنج، في احيان كتير جدا جدا بنعتبرهم خطوه من الفيتشر انجينيرنج او خطوه من البري بروسيسنج عشان بعد كده اعمل ريجريشن واعمل كلاسيفيكيشن. دي معظم الالجوريزمز او اشهر الالجوريزمز المستخدمه حاليا في الاندستري وبقوه يعني، وتقسيمتها من حيث ان هي سوبرفايزد ولا انسوبرفايزد. فعندنا في السوبرفايزد في الريجريشن تحتيها اللينير ريجريشن وتحتيها راندوم فورست ريجريسور، وعندنا في السوبرفايزد الكلاسيفيكيشن عندنا لوجيستيك ريجريشن، الكي نيرست نيبر والسبورت فيكتور ماشين. واعتقد انا هايلايت بالاحمر هنا اكتر الالجوريزمز او اشهر الالجوريزمز المعروفه، واللي المفروض واحد لما يحب يبدأ بيهم عشان يتعلمهم يعني. الانسوبرفايزد عندنا الكلاسترنج وعندنا الدايمنشن ريدكشن. الدايمنشن ريدكشن اشهر الجوريزم فيه هو البرنسبل كومبوننت اناليسز او البي سي اي، والكلاسترنج اشهر الجوريزم فيه هو الكي مينز والهيراركي الهايبر هيراركي هيراركي كلاسترنج. الفرق بين الماشين ليرنينج والكودز، اعتقد ان احنا هنقدر نقرا ده بكل سهوله، ولكن انا يهمني جدا الجزء بتاع الاكزامبل، وهو ده اللي انا هشرحه. اعتقد ده هيدينا صوره واضحه جدا جدا عن الفرق بين الاثنين. في الكومن كود، لو انا عايز اعمل فانكشن او لو انا عايز احسب الفيلوسيتي، فالداتا اللي عندي بتبقى عباره عن مسافه وزمن، وبعمل فانكشن بالظبط كده اسمها بديفاين، زي ما احنا قلنا ده الديفينيشن بتاع الفانكشن في البايثون، ديفاين ديف فيلوسيتي، والتو اتريبيوتس اللي انا محتاجهم اللي هم او التو فيتشرز اللي انا محتاجهم المسافه والزمن، وبحسب المسافه ان هي بتساوي الفيلوسيتي ان هي بتساوي المسافه على الزمن، وبقول له ريتيرن الفيلوسيتي عشان الفانكشن ده تديني في الاخر الفيلوسيتي. في الماشين ليرنينج تكنيكس، احنا لا عندنا مسافه ولا عندنا زمن، احنا عندنا حاجات تانية خالص. عندنا حاجات لها علاقه بالاوبجكت بتاعنا، ولكن ما عندناش الا مسافه ولا الزمن. فانا عندي الماس الكتله بتاعته، عندي الهايت، عندي الويت مثلا، وعندي الريفرنس بتاعي الفيلوسيتي نفسها من داتا قديمه. وابتدي ان انا بعمل لينير ريجريشن، بقول له خد اوبجكت من لينير ريجريشن، اعمل فيت للموديل، والفيت دي هي الخطوه
اللي بيبتدي يتعلم منها من الباست داتا، من الداتا دي كلها اللي موجودة هنا بمعلومية الفيلوسيتي، ان هو يفايند باترنز بين الداتا وبعضها وكوفيشنتس بين الداتا وبعضها عشان تماتش في الاخر الفيلوسيتي فاليو اللي طالعه هنا، والبريدكشن عشان اعمل بريدكشن للنيو فاليوز اللي موجوده عندي، وكمان اعمل اسسمنت للموديل بتاعي في الاخر. فزي ما انت شايف ده المشكله هنا شود بي تاكل دايركتلي، انا عندي المسافه وعندي الزمن ودايركت كده، هي وان ايكويشن الفيزيكال ايكويشن بتاعتنا وبنقدر نحسب الفيلوسيتي. هنا انا بقدر احسب الفيلوسيتي من داتا ثانيه خالص، ما هياش علاقه، ما لهاش دايركت ريليشن شيب مع الفيلوسيتي، ولكن بمعلوميه الداتا اللي موجوده عندي دي اقدر اعمل استاتستيكال موديل اللي هو الماشين ليرنينج موديل، اللي في الاخر هيديني ان هو يديني جود بريدكشن على الفيلوسيتي، لان هو اتعلم من الداتا اللي قبل كده. الماشين ليرنينج ورك فلو، بندخل الداتا، بنعمل امبورت للداتا، وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل داتا اكسبلوريشن، نفهم الداتا كويس قوي، وبعد كده نبتدي نعمل كليننج وفلترنج على حسب الاوت بوت اللي خرج من الداتا اكسبلوريشن، الداتا اللي انا محتاجها والداتا اللي مش محتاجها، الداتا اللي ممكن تبقى مهمه جدا والداتا اللي مش مهمه قوي، وبعد كده ابتدي اعمل فلترنج وكليننج ونورماليزيشن لو محتاج، وبعد كده اعمل فيتشر انجينيرنج، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، نورماليزيشن، ستاندرايزيشن، ميسنج داتا هاندلنج، ان انا اعمل فيتشر سيلكشن، ايه الفيتشرز اللي تكمل معايا وايه الفيتشرز اللي ما تكملش، وبعد كده اعمل حاجه مهمه جدا جدا وهي اسمها ترين تيست سبليت. يعني ايه ترين تيست سبليت؟ ان انا بقسم الداتا بتاعتي لجزء اعمل بيه تريننج وجزء اعمل بيه تيستنج للالجوريثم. جزء ده الالجوريثم يخش يتعلم من الداتا اللي موجوده، ده اسمه جزء اسمه تريننج، والجزء الثاني التيستنج، ان انا لما يخرج لي بقى متعلم جاهز بعد ما اتعلم من الداتا التريننج، ابتدي ان انا اتست اللي هو اتعلمه ده، هل هو اتعلم صح، هل هو اتعلم كويس، وقد ايه الاكيورسي وقد ايه الانسرتينتي اللي موجود. وبعد كده اعمل الموديل سيلكشن، زي ما احنا قلنا احنا ممكن نعمل اكتر من موديل ونختار منهم، او ان انا اعمل موديل وان انا اعمل تويكينج للبارامترز بتاعته، او ان انا ابتدي اغير البارامتر بتاعته لحد ما ابتدي اوصل لاحسن فاليوز، وبعد كده اعمل موديل ايفالويشن. الموديل ايفالويشن بعد كده هو اللي يقول لي بقى انا محتاج اعمل ايه تاني، هل انا كده الموديل ايفالويشن بتاعي صح، انا كده كويس مش محتاج اعمل حاجه تاني، ولا لا ده انا محتاج ارجع تاني خطوه للداتا كليننج او للداتا او للفيتشر انجينيرنج، وابتدي ان انا اغير في الاثنين دول. فده كده الورك فلو ببساطه في الماشين ليرنينج. دي الخطوات اللي احنا هنعملها وان شاء الله هنشوفها مع بعض في الاكزامبلز اللي احنا بنشتغل عليها. يهمني جدا ان احنا طبعا نفهم هاو داز ماشين ليرنينج ورك، ازاي بتشتغل الماشين ليرنينج. عشان نقدر نفهم ده اخترت ان احنا نعرف اللينير ريجريشن موديل الاول، ومنه بعد كده نفهم ازاي بيشتغل الماشين ليرنينج. فاللينير ريجريشن ان انا محتاج ان انا بيبقى عندي تو فاريبلز، او طبعا في حاجه الماشين ليرنينج بيبقى اكتر من تو فاريبلز، ويبقوا الاثنين في بينهم ديبندنسي. فالديبندنسي دي بتبقى رسمالي الكورليشن او الشكل اللي احنا شايفينه في شكل لينير ريليشن شيب بين الاثنين، وتحت الايكويشن اللي هي واي بيساوي اي اكس بلس بي، حيث الـ A هو السلوب والـ B هو الانترسبت، السلوب بتاع الـ linear regression والـ B الانترسبت بتاع الـ line الموديل أو الـ linear model. طبعا المطلوب مننا هنا إن احنا نوجد الـ A والـ B، لو احنا قدرنا نعرف إيه هو قيمة الـ A وإيه هي قيمة الـ B، فاحنا كده قدرنا نعرف الـ relationship بين الـ two variables دول. ده من الالجوريثمز، واحد من الالجوريثم اللي محتاج ان انا اعمل نورماليزيشن، محتاج ان الداتا تبقى نورمالي ديستريبيوتد، فانا ابقى لازم ابقى فاهم الداتا كويس قوي، وابقى فاهم الديستريبيوشن بتاع الداتا شكله عامل ازاي عشان
اللينير ريجريشن ده يقدر يشتغل كويس. بالمناسبه برضو اللينير ريجريشن ده واحد من المودلز اللي حساسه جدا للارقام. يعني لو انا عندي فاليو ما بين 0 و1 وعندي فاريبل تاني او فيتشر تانيه ما بين 1000 و10000، اللي ما بين 1000 و10000 دي هتاخد ويت اعلى في البريدكشن عن اللي ما بين 0 و1، حتى لو كانت ما بين 0 و1 دي هي اللي فيها السيكريت او هي اللي فيها الترند، برضو هو هيدي ويت اعلى للارقام. فعشان كده لازم نعمل نورماليزيشن قبل ما نعمل لينير ريجريشن. ازاي بيشتغل؟ لو احنا فاكرين زمان كنا بنشتغل باللينير ريجريشن موديل ده عن طريق حاجه اسمها الار سكوير والريزيدوال اناليسيز، او لو احنا فاكرين حاجه اسمها ليست سكوير ثيوري. ليست سكوير ثيوري ان هو شوف الفرق بين البريدكشن والحقيقه، بين الاكشوال والبريدكتد في اللاين، بين الداتا والبريدكتد لاين، واقل سكوير اقل ليست سكوير او اقل سكويرد ايرور هو ده اللي هيدينا البيست فيت. وده الكيرف بتاع الايرور عندنا. وبكل بساطه لو احنا لو ده الايرور فانكشن، فاحنا لما نوصل لاقل قيمه للايرور فانكشن تحت خالص ده كده البيست فيت في الالجوريثم بتاعنا او في اللينير موديل بتاعنا. طيب عشان اوصل للبيست فيت ده من الايرور كيرف اللي عندنا ده باستخدام الماشين ليرنينج، بيطلع لنا كونسبت تاني جديد اسمه الجريديانت ديسنت. كونسبت الجريديانت ديسنت ده الهدف منه ان انا امينيمايز الايرور فانكشن تو بي كلوزر تو زيرو. واثناء ما احنا بنشتغل برضو احنا يعني عشان برضو الماشين ليرنينج ليها لانجوج جديده، فالايرور فانكشن دي اسمها كوست فانكشن واسمها لوس فانكشن. فلو انا قلت كوست فانكشن قصدي بيها الايرور فانكشن، ولو انا قلت لوس فانكشن فانا قصدي بيها برضو الايرور فانكشن اللي عندنا. لما يبقى الكوست فانكشن او الايرور فانكشن دي اقل ما يمكن، ده معناها ان انا ايه وصلت للحل المثالي او البيست فيت عندي. الجريدنت سنت بيشتغل عن طريق ان انا اجيب الفيرست ديريفاتيف بتاع الكيرف الايرور فانكشن. ليه لما اجيب الفيرست ديريفاتيف؟ لو الفيرست ديريفاتيف ده جبته وبقى بيساوي الزيرو، فده معناها ان انا جبت البيست فيت. تاني دي الايرور فانكشن، الفيرست ديريفاتيف بيديني السلوب بتاع كل نقطه على الكيرف. فالسلوب هنا كبير، وكل ما انزل الاسلوب بيقل 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 لحد ما الاسلوب يبقى زيرو. لو وصلنا للفاليو اللي تخلي الاسلوب بيساوي زيرو فده البيست فيت فاليو. طب الاسلوب ده معناه ايه؟ بيترجم ازاي في الرياضيات؟ بيترجم في الماثيماتكس على ان هو الفيرست ديريفاتيف بتاع الايرور فانكشن. فانا عندي الايرور فانكشن رسمتها، جبت الفيرست ديريفاتيف، وصلت للفيرست ديريفاتيف اللي تقريبا يساوي زيرو، اذا انا كده وصلت للبيست فيت. وتعالوا نبص كده الموضوع ده بيمشي ازاي. زي ما احنا شايفين كده ان الكيرف الاحمر اللي عندنا اليمين ده هي الايرور فانكشن او الكوست فانكشن، وبنبتدي ان احنا ندور على الاسلوب اللي يخلي لي الايرور اقل ما يمكن، وهو ده اللي هيبقى البيست فيت بتاعه. طيب ازاي احنا نتحرك من الفاليو العاليه دي نوصل للكيرفز ده لحد ما نوصل للفاليوز دي؟ باستخدام كونسبت تاني جديد اسمه الليرنينج ريت. الليرنينج ريت والجريدينت ديسنت بيشتغلوا عن طريق ان انا اخد راندوم فاليو عادي جدا، اول فاليو بالنسبه لي تبقى راندوم، وبعد كده ان انا اقلل الفاليو دي طول الوقت وانا ماشي لحد ما اوصل للاوبتيمم فاليو اللي موجود. فبختار ان انا اول فاليو بتطلع لي من الايرور بقللها 10 تايمز، باخد منها 10%.
وابتدي احسب تاني. لو انا وصلت للزيرو فمعنى كده ان انا وصلت للفاليو اللي انا عايزها. طب لو ما وصلتش للزيرو وصلت الفاليو اكبر فده معناها ان انا لسه محتاج ان انا اخد ستيب كمان. فوصلت للستيب اللي بعدها حسبت تاني فطلع ان الفاليو لسه كبيره، اخد ستيب كمان لحد ما اوصل للفاليو اقل فاليو اللي هي الزيرو. بس الليرنينج ريت بيخليني اتحرك اسرع من ان انا اخد فيكسد فاليوز، وده هنشوفه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. لو انا عندي هنا لو انا خدت فيكسد فاليو فانا هاخد فيكسد فاليو كل مثلا واحد، فانا هاخد هنا عند 11 وبعد كده هاخد عند 10 وهاخد عند 9 وعند 8 وعند 7 وهكذا. فهلاقي نفسي بعمل كميه كالكوليشنز كتيره جدا 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 وفيري سلو. ولكن الليرنينج ريت بيخليني اخد ستيبات كبيره قوي طول ما انا بعيد عن الاوبتيمم فاليو، باخد ستيبات كبيره. ولما اقرب للاوبتيمم فاليو او الفاليو المفترض ان هي تحل لي المشكله اللي عندي او تبقى بيست فيت باخد فاليوز قليله جدا جدا جدا. فده معناها ان هو بيخليني اوصل للحل اسرع، وكل ما اقرب للحل ببقى ابطا شويه. ودي حاجه ذكيه جدا جدا ان هي تخليني اوصل للحل بسرعه بدون ما اعمل كومبيوتيشنز كتير. تعالوا نشوف الجريدنت ديسنت كده واحنا بنشتغل على الاكسل ممكن يتعمل ازاي. انا هنا عندي اكزامبل بسيط خالص. عندي فاليوز للديبث مع الفيلوسيتي و باستخدام الليست سكوير انا رسمت هنا، وباستخدام الليست سكوير او الفانكشن بتاع الترند اللي موجوده في الاكسل انا حسبت هنا المفروض يكون الفاليوز تطلع كام يعني عشان اتاكد من اللي احنا بنعمله. وبعد كده هحسب حاجتين، هحسب الانترسبت بتاعي واحسب السلوب. باستخدام السلوب هستخدمه او هحسبه باستخدام فاليوز بتتحرك جرادولي، والانترسبت هستخدمه باستخدام الجريدينت ديسنت. فلو جينا هنا شفنا ده الفانكشن بتاعه السلوب، وانا هنا خدت فاليوز من 0 لحد 2.5 وابتديت ان انا احسب السكوير ايرور وابتديت ان انا اعمل له بلوتنج. فلقيت ان انا عشان اوصل للفاليو الصحيحه اللي هي هنا دي اللي هي المفروض ان هي 1.2، فانا مضطر احسب كل ده الاول وكمان احسب بعدها عشان ان انا اتاكد ان هي دي الفاليو. فانا مضطر ان انا اخد كل الخطوات دي جرادولي كده واحده واحده وابتدي ان انا اعمل لهم الحسابات دي كلها. على الناحيه الثانيه انا عايز احسب الانترسبت المفروض ان هو يبقى الفاليو بتاعته اللي هي 633، ولكن ده باستخدام الجريدينت ديسنت. والجريدينت ديسنت بيقول لنا في الاول خالص ابدا براندوم فاليو، فانا بدات بزيرو وبعد كده غير باستخدام الليرنينج ريت، وانا الليرنينج ريت هنا 0.05. فاول فاليو هي راندوم فاليو 0، ثاني فاليو بستخدمها عن طريق استخدام الليرنينج ريت، وبعد كده يبتدي ان هو يغير كل الفاليوز اللي بعد كده اوتوماتيك. فلو انت شايف ده السلوب، ده البلوتنج بتاع السلوب، واديني بقرب للزيرو. وزي ما انت شايف هنا انا من اول فاليو انا خدت نطه كبيره جدا، بعد كده بتقل 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 كل ما اوصل للحل الصحيح. ولو انت جينا هنا بصينا في الاخر ده السلوب بتاع اللاين، فهلاقي السلوب هنا بيبتدي ان هو يقل لما اوصل ل 633، وبعد كده وات ايفر فاليوز زادت او كالكوليشن زادت هو واقف عند 633.33، which means ان هو ده الاوبتيم سوليوشن مهما انا غيرت الفاليوز طول الوقت. تعالوا نبدا، بدل ما احنا بنبدا الفاليو بتاعتنا من 0 تعالى نبدا الفاليو بتاعتنا من 50.
سيلر، مفيش اي اختلاف صح؟ احنا في الاخر لسه ستيل عند نفس الفاليو. طيب تعال نبدا الفاليو بتاعتنا من 800. هو الجريدنت ديسنت رجع لي تاني، انا بدات فاليو اكبر من الفاليو الاوبتيمم، فرجع لي تاني على الفاليو الصحيحه في اتجاه المعاكس، اتجاه المغاير، علشان يوصل لي للفاليو اللي انا متخيلها او اللي هي الفاليو الاصح. وستيل برضو احنا لسه عندنا 633.33. واتفر كانت الفاليو اللي انا هستخدمها، الجريدنت ديسنت طول الوقت هيبتدي ان هو يمشي باستبات كبيره قوي في الاول، وبعد كده يقلل الاستبات دي لحد ما اوصل للاوبتيمم فاليو اللي موجود. ايا كانت طبعا الفاليو اللي احنا بنتكلم فيها، فهيبتدي ان هو يمشي في الاتجاهين، الاتجاه البوزيتيف او الاتجاه النيجاتيف، علشان يوصل في الاخر للاتجاه للفاليو الصحيح. فاعتقد احنا كده بكل بساطه شفنا ازاي ممكن الجريدنت ديسنت بيشتغل، وازاي الجريدنت ديسنت اصلا بيسهل عليا ان انا اوصل للحل الصحيح. دي الاوفر فيتنج او الموديل ايفالويشن. خلينا نتكلم على الموديل ايفالويشن، ازاي بعمل موديل ايفالويشن، وهل هي كل المودلز بتطلع لي صح، الاكيورسي تطلع صح؟ فلا حقيقي، احنا عندنا اما بيطلع موديل، الموديل عندي بيطلع البريدكشن بتاعه صح، وده اللي هي البريدكتور الصح. ولو احنا فاكرين لما قلنا ان الماشين ليرنينج بيمشي على رجلين اتنين، اول رجل اسمها جنراليزيشن، وتاني رجل اسمها اوبتمايزيشن. فاللي انا احب اقوله لك ان اللي هنا ده اسمه جنراليزيشن، عشان امشي جنراليزد بين اللاينز، بين البوينتس، عشان احقق الاوبتيمم موديل، او ان انا امشي فيري فيري سبيسيفيك تو ايتش بوينت، واحقق كل بوينت على حده. وده معناها ان الموديل بيعمل اوفر فيتنج، وان الموديل بيعمل اوفر فيتنج معنى كان الموديل حفظ الداتا، وكون الموديل يحفظ الداتا دي مش حاجه كويسه خالص، بالعكس ده معنى كان ان هو لما اديله داتا تانية جديده مش هيعرف يعمل معاها ايه، فهيستك على كده ويديني كميه ايرور كبيره جدا جدا. الحل الثاني او الاوبشن الثالث ان هو يبقى يعمل اندر فيتنج، وان هو جنرالايزد بزياده قوي. فبدل ما انا عندي تو ترندز في الداتا، هو اختار الكومون ترند، اكبر ترند موجود فيهم، وقال لك تمام كده انا شايف الداتا ماشيه كده على طول، فانا لو اديته الداتا بوينت هنا هيديني نتيجه خطا جدا جدا. ايه هي اكتر حاجه بتحصل؟ اكتر حاجه بتحصل اسمها الاوفر فيتنج، بيحصل اكتر بكتير من الاندر فيتنج. وكل واحد فيهم ليه كاركترستكس. اعتقد يعني انا كنت حاطط هنا الكاركترستكس بتاع كل واحد فيهم، هسيبها لكم نتكلم فيها، ولكن اللي يهمني او تقروها يعني، وبعد كده اللي يحب يتكلم فيها معايا ما عنديش مشكله خالص، عشان كنت بصراحه عايز الحق اوريكم تو اكزامبلز من اللي احنا المفروض نشرحهم. اللي يهمني هنا ان الاوفر فيتنج انت بتلاقي التست ايرور، الايرور بتاع التست، فاكرين التست تريننج تيست سبليت، الايرور بتاع التست بيبقى عالي جدا جدا عن الايرور بتاع التريننج، لان هو هنا خلاص قدر يحفظ الداتا، فاي داتا جديده بالنسبه له هو مش عارف يعمل لها بريدكشن، فبالتالي بيبقى الايرور في التريننج قليل جدا، الايرور في التست بيبقى عالي جدا، والفرق بينهم كبير. تقدر تعرف ان انت كده عندك اوفر فيتنج، الموديل حفظ الداتا. هبتدي الالجوريثم الثاني اللي هنشرحه، هو الكي مينز الجوريثم، وده الجوريثم بيعمل كلاسترنج. الالجوريثم الاولاني اللي اخترته اللي هو اللينير ريجريشن، ده عشان واحد من السوبرفايزد ليرنينج او ماشين ليرنينج الجوريثم. الكي مينز بيعمل كلاسترنج، وده واحد من الانسوبرفايزد ليرنينج الجوريثم. فبالشكل ده يبقى احنا عندنا خدنا اكزامبل من هنا واكزامبل من هنا، بحيث ان احنا يبقى عارف فهمنا السوبرفايزد بيشتغل ازاي والانسوبرفايزد بيشتغل ازاي. الكي مينز،
كي هنا معناها نقطة في النص، أو معناها السنترويدز، و أو معناها عدد الكلاسترز يعني، والمينز هي اللي معناها النقطة اللي في النص أو السنترويدز. لو أنا عندي داتا كلاود بالشكل ده كده، وأنا شايف إن الداتا دي المفروض to be classified أو clustered لجروبز أقل منها، فبختار إن أنا أشتغل على تقسيمة أو تقسيمة الداتا دي بميثود اسمها k-means. والk-means دي تعتمد في اختيارها على ال distance أو ال Euclidean distance، المسافات بين النقط وبعضها. لو المسافات بين النقط وبعضها قليلة، فموست بروبلي النقط دي قريبة من بعض في الكاركترستكس، يعني النقطة دي والنقطة دي كون ان هما بعاد عن بعض كده it means something. النقطة دي والنقطة دي كون ان هما قريبين من بعض كده it means something. it means ان هما قريبين من بعض في الكاركترستكس بالنسبة للتو variables اللي احنا عملنا لهم بلوتنج هنا، ودول معناهم ان هما بعاد عن بعض جدا في الكاركترستكس بتاعتهم بالنسبة للتو variables اللي احنا عملنا لهم بلوتنج هنا. فالالجوريثم بيشتغل عن طريق الديستانسز بين البوينتس بعضها، بيحسب الديستانسز بين البوينتس بعضها، وبعد كده انا بقول له ان انا محتاج ان انا اقسم دول لثلاثه كلاسترز، فيبتدي ان هو يخلي الديستانسز قريبه من بعض في سنترويد، ويحط نقطه منهم في النص سنتر، ويبتدي ان هو يجيب الديستانسز بين كل النقط بعضها، ويخلي النقطه دي في النص بين كل البوينتس بعضها. ونفس الكلام في الكلاستر الثاني، ونفس الكلام في الكلاستر الثالث. فبنقدر بعد كده ان احنا نعمل تقسيمه بين الثلاثه بوينت، بين الثلاثه بين البوينتس بعضها لثلاثه كلاسترز عن طريق النقطه الكبيره اللي في النص دي اللي هي اسمها سنترويد. تعال نشوف كده ببساطه ازاي الموديل ده بيشتغل. زي ما احنا شايفين كده، الموديل بيبتدي ان هو يحسب الديستانسز بين كل نقطه بعضها بين مع الثلاثه بوينتس او مع الاربعه بوينتس اللي هم السنترويدز اللي هنا، وبعد كده يبتدي ان هو ينقل البوينتس دي للنص بالظبط، وبعد كده يبتدي ان هو يعمل ابديت لكل الديستانس دي مع بعض لحد ما دي تبقى في النص بالظبط بين كل البوينتس بعضها. نفس الكلام لكل بوينتس منها. فهنلاقي ان هو الالجوريثم نفسه بيعتمد على الاكلوديان ديستانس او الديستانس بين البوينتس بعضها. اعتقد ان احنا لو شفناه تاني هنفهمه اكتر. بيبتدي يحسب المسافات بين كل البوينتس وبين السنترويدز اللي انا مفترضها في الاول خالص اللي هي ما هياش جزء من الداتا، وبعد كده يبتدي يحرك السنترويدز دي للمكان السنتر بين كل كلاستر وبعضه، وبعد كده يعمل ادجستمنت في المسافات بين البوينتس بعضها. الالجوريثم ده بما ان هو يعني انسوبرفايزد ليرنينج، بس بيبقى محتاج مني مساعده، والمساعده اللي انا بقدمها له ان انا بقول له انا تقريبا محتاج كام كلاستر، او محتاج كام، او انا شايف كام كلاستر الداتا ممكن تتقسم لها. فانا لو قلت له ان هنا في 3 كلاسترز بس مش 4، هيبتدي ان هو يشتغل على ان هم 3 كلاسترز بس. لو قلت له ان هم 4 هيبتدي ان هو يشتغل على 4 كلاسترز. لو قلت له ان هم 20 هيبتدي ان هو يشتغل على ان هم 20 كلاستر. فدي الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج بتحتاج مساعده من الماشين ليرنينج انجينير او القائم على الالجوريثم، وبتبقى المساعده عن طريق ان هو يديها فاليو يعني الكلاسترز ممكن تكون قد ايه موجود، ولكن بقيه الشغل كله وكل الهيفي ليفت الالجوريثم هو اللي بيعمله. تالت الجوريثم انا حابب ان انا اشرحه هو بيشتغل ريجريشن وكلاسيفيكيشن، شغاله كده ماشي وتشغله كده ماشي. اسمه راندوم فورست. وراندوم فورست مبني على الجوريثم سهل قوي تاني اسمه ديسيشن تري. في الالجوريثم بتاع الديسيشن تري بيبقى عندي كولوم او اول كولوم او اي راندوم كولوم فيهم، باخد منه ديسيشن بفاليوز معينه. بمعنى بكل بساطه ان انا بقسم الداتا بتاعتي عن طريق سؤال انا بساله. مثلا لو انا عندي جاما راي، فبقول له لو الداتا اكتر من 100، لو جاما راي فاليوز اكتر من 100 اذا هي شيل او ساند.
موست بروبلي تبقى ساند او موست بروبلي تبقى شيل. فلو هي اكتر من شيل روح بص مثلا على الريزيستيفيتي. لو هي قليله جدا اقل من 10 اوم فدي ميه، لو مش اقل من 10 اوم فنبص تاني على الدنستي. فهي الالجوريثم بيمشي بيشتغل بالشكل ده. لو هي ساند بص على الريزيستيفيتي، لو الريزيستيفيتي اكتر من 50 اوم فموست بروبلي ده هيدروكربون، لو اقل من 50 اوم فموست بروبلي ده دراي ويل او ويت ريزرفوار. فبالشكل ده انا ببتدي نعمل الديسيشن تري. دي اسمها ديسيشن تري واحده بس. الراندوم فورست هي اسمها فورست يعني غابه، ففي الغابه بيبقى عندي تريز كتير جدا جدا، وهو ده بالظبط اللي بيعمله. هو بيعمل كتير قوي من الديسيشن تريز دي جنب بعض، وكلهم بياخد بعد كده الافرج من كل الديسيشن تريز دي في الفوتنج على البروبلم اللي قدامنا دي. بمعنى ان انا لو انا عايز اعرف هل الساند ده ويت ولا اويل او هيدروكربون، فبيديني مثلا انا عامل 100 تريز، فني في 79 تري بتقول ان ده فيه هيدروكربون، وفي 21 تري بتقول ان ده ويت ساند. فباخد الماجوريتي وبقول ان ده الفوتنج بتاع الراندوم فورست كان ان 79% ان ده يكون ساند او هيدروكربون ساند، فالكلاسيفيكيشن بتاعي ان ده هيدروكربون ساند. وتبتدي هذه العمليه تكرر كذا مره على كل الليفل، وفي الاخر اوصل بالبروبابيلتي عندي، لان انا عندي اذا كان عندي الكلاسيفيكيشن بتاعي هيدروكربون ساند ولا ويت ساند او شيل او ايا كان الكلاسيفيكيشن. وبنفس الطريقه بنقدر نعمل بيه ريجريشن برضه، بيبتدي ان هو بس في الحالات دي بدل ما هي كلاسيفيكيشن كلاسز بتبقى بس ارقام، ونبتدي ان احنا ناخد الافرج في الاخر من الارقام بالبروبابيلتي بتاعتها. انا حاولت ان انا يعني اوصل لهنا بسرعه عشان نبتدي ان احنا نبص على ابلكيشنز. انا حابب في الاول ان احنا نبص على ابلكيشنز بتاعه ماشين ليرنينج، وبعد كده نبص على ابلكيشنز بتاعه داتا ساينس. انا اول ابلكيشن عندي هنا بروستي فروم سايزميك يوزنج راندوم فورست. بعد الاكزامبل ده على طول انا كنت متفق مع محمد الغندور ان احنا هناخد الاسئله قبل الاكزامبلز، فخلينا بس نخلص الاكزامبل ده وبعد كده ناخد الاسئله على طول، وبعد كده نرجع للتو اكزامبلز تاني. في الاول خالص انا بعمل امبورتنج للايبرز المهمه بالنسبه لي، واحنا قلنا طبعا ان عندنا النمباي والبانداز دول من اهم اللايبرز اللي موجوده عندنا، فدي حاجه من الحاجات المهمه جدا، فانا بنلاقي امبورتنج الاول. وعندي تنسر فلو وعندي المات بلوت ليب عشان اقدر ارسم السيبرن سايكت ليرن عشان اختار منها الموديل والترين تيست سبليت، واختار منها الايرور فانكشنز بتاعتي، واختار منها راندوم فورست ريجريسور. فده كده دي اللايبرز اللي انا بحتاجها الاول. الداتا بتاعتي بعد كده ببتدي ان انا ابص على الداتا الاول، وزي ما احنا قلنا في الاول خالص احنا بنشوف الداتا بنعمل لها داتا اكسبلوريشن عشان نعمل داتا كليننج. فببص على الداتا بتاعتي، فالداتا عندي الميجر ديبس، الفيز، امبليتيود، ابرنت بولاريتي، دومينانت فريكوانسي، الانفلوب، ار ام اس امبليتيود، سويتنس، فاريانس، بروستي وبروستي كلاستر، ودي احنا مش هنستخدمها معانا في حاجه. بقينا ان انا اتعرف على الداتا وعددها. انا عندي 7524 داتا بوينت. ببتدي ان انا ابص على الفاليوز بتاعت الداتا، بجيب فانكشن اسمها ديسكرايب بقدر ابص عليها على الداتا نفسها. ببص على الكاونت بتاع الداتا 7524، المين فاليو بتاع كل بوينت او كل فيتشر من الفيتشرز اللي موجوده، الستاندرد ديفيشن، المينيمم، البرسنتايلز والماكسيمم. الحاجات دي لمعلوماتي عشان ابتدي ان انا افهم ايه الداتا علاقتها ايه بينها وبين بعضها.
وبعد كده ابتدي ان انا ارسم الداتا فيجواليزيشن كده عشان ابتدي ان انا اشوف الداتا انا هشتغل فيها ازاي. وده برضو باستخدام اللي هي الماد ماب بلوت ليب دي الفانكشن بتاعتها. ولو احنا فاكرين كنت بتكلم على الفور لوبينج، بدل ما ابتدي ان انا اكتب كل ده تاني لكل واحد في دول، فانا بعملها مره واحده جوه فانكشن كده فور لوب عشان ابتدي ان هو يرسم لي كل ده مع بعض. رسم لي الداتا وابتديت ان انا انا عارف كيو سي داتا ان الفيز بتبقى بالشكل ده، الامبليتيود بشكلها كده، بارامتريتي الانفلوب الار ام اس امبليتيود الحاجه دي شكلها زي ما هي كده. وانا لقيت هنا ان انا شايف ان البروستي عندي هنا في رينجز كتيره من الزيروز، وبعد كده في داتا موجوده في البروستي، وبعد كده رينجز تانيه من الزيروز، وبعد كده في عندي بروستي فاليوز اكبر، وبعدين ان انا الترند بيقل بعد كده بتاع البروستي. فده كله لازم اخده في اعتباري وانا بفكر ازاي هعمل الماشين ليرنينج الجوريزم بتاعي. مبدئيا ده دي ريجريشن بروبلم، لان انا محتاج ان انا اعمل بريدكشن لبوينتس، انا هعمل بريدكشن للبروستي، فدي ريجريشن بروبلم. فدي واحده من السوبرفايزد ليرنينج بروبلمز يوزنج ريجريشن الجوريزمز. بعد كده انا شفت ان انا عندي لحد 2200 تقريبا الداتا دي كلها زيروز، فبالنسبه لي الداتا دي مش محتاجه في حاجه. ده جزء طبعا من الداتا كليننج، فشلت الداتا اللي اقل من 2200 في الديبث، وابتديت ان انا ابص على الداتا تاني. فطبعا بقى عندي هنا الداتا دي الجزء ده، وبعد كده الجزء ده كله زيرو، وبعد كده رجعت تاني جزء بقى عندي فيه فاليوز بالنسبه للداتا بالنسبه للبروست. بعد كده هبتدي ان انا ابص بقى على الديستريبيوشن بتاع البروستي. طبعا الديستريبيوشن الزيروز ده بحيث ان يعني عرفني ان اكتر داتا عندي فيها موجوده الزيروز. بعد كده انا عندي انا شايف ان في ثلاثه اتريبيوتس شكلهم قريب من بعض، لو احنا شايفين السويتنس والار ام اس امبليتيود والانفلوب قريبين من بعض، لما ده بيزيد ده بيزيد، ولما ده بيقل ده بيقل. انا شايف ان في كورليشن بينهم وبين بعض، ببتدي افهم الكورليشن دي، برسمهم مع بعض هيستوجرام، وبعد كده ببتدي اعمل الكورليشن بالشكل ده عشان افهم الداتا كلها مع بعضها. دي اسمها هيت ماب للكورليشن. فانا عندي الميجر ديبس مع الميجر ديبس طبعا هيديني 100% كورليشن. فانا شايف ان انا عندي هنا ان الانفلوب مع السويتنس مدياني 100% correlation، الانفلوب مع الار ام اس امبليتيود، which means ان في اتنين من دول لازم يمشوا وواحد فيهم بس اللي يتبقى. وده علشان الالجوريثم لما هيلاقي في ثلاثه كولوم او ثلاثه فيتشرز في بينهم سترونج correlation، ده معناها ان هو هيديهم هم ويت اعلى بكتير من بقيه الفيتشرز، ويبتدي ان هو يدرايف الباترن بتاعه من الثلاثه اللي في بينهم كورليشن وبين بعض، لان هم في بينهم وبين بعض كولينيارتي او كورليشن عاليه، فالالجوريثم هيديهم هم ويت اعلى من الباقيين. فكان لازم ان احنا نشيل الفاليوز دي، فاحنا شلنا بصينا عليهم الاول على انهي فاليوز المفروض يتشالوا. فانا اخترت ان انا ابص مع الانفلوب والار ام اس امبليتيود، وشايفين ان تقريبا التو هيستوجرامز منطبقين على بعض تماما. فبكل بساطه احنا ممكن نشيل دول ونبتدي ان احنا نعمل بعد كده فيتشر امبورتنس. فيتشر امبورتنس هنا المقصود بيها ان انا افهم كل فيتشر من دول الكونتريبيوشن بتاعها في الحل هيبقى ايه، الكونتريبيوشن بتاعها في البريدكشن هيبقى قد ايه. فانا شايف هنا مثلا من الجراف اللي احنا رسمينه هنا ده، الانفلوب لها كونتريبيوشن عالي جدا مهمه جدا بالنسبه لي، الفاريانس تاني واحده، الامبليتيود، الفيز، وبعد كده الابرنت بولاريتي والدومين فريكونسي ليهم تاثير قليل جدا جدا. فلازم احافظ على اتليست الاربعه فاليوز دول او الاربعه فيتشرز دول، لازم احافظ عليهم عشان هم دول اللي عندهم البريدكشن باور او الامبورتنت فيتشرز في الالجوريثم بتاعي او الفيتشرنج بتاعي او البريدكشن بتاعي في الالجوريثم بتاعي. في الاول خالص
بنبتدي نعرف كده من غير ما نعمل اي حاجه المفروض الالجوريثم يبقى كام، وده 91%. 91% انا شايف ان يعني البريدكشن مش وحشه خالص، ولكن احنا محتاجين ان احنا نحاول نحسن الالجوريثم ده او نحسن البريدكشن ده بقدر الامكان. فببتدي ان انا اغير في البارامتر اللي احنا هنا، احنا مش عاملين اي بارامتر. انا جيت هنا بقى ابتديت ان انا هغير في البارامتر بتاعتي، فانا هغير في النمبر اوف استيميترز. نمبر اوف استيميترز دول اللي هم ديسيشن تريز. لو احنا فاكرين الراندوم فورست احنا قلنا هي عباره عن مجموعه كبيره من الديسيشن تريز، بس قد ايه بقى المجموعه الكبيره دي؟ فانا اخترت ان انا امشي من 10 ديسيشن تريز ل 300 ديسيشن تري، وعشان افهم انهي عدد من الديسيشن تريز يبقى مهم بالنسبه لي. اقل منه هيعمل لي اندر فيتنج، اكتر منه هيبقى يوزليس، هيعمل لي كومبيوتيشن زياده شويه انا مش محتاجها في حاجه. فبعمل التست ده الاول، والتست طلع لي بالشكل ده. الشكل ده بيقول لي ان انا بدات ب 10 راندوم فورست، كان الاكيرسي بتاعتها تقريبا 95%، وكل ما بزيد بتزيد معايا الاكيرسي، فلحد تقريبا 100 انا كده عندي ده الاحسن فاليو موجوده. وبعد كده اي زياده بتجيني بتبقى زياده طفيفه جدا مع مقارنه بالكمبيوتيشن اللي البروجرام بيعملها او الالجوريثم بيعملها. بعد كده بقدر اتست حاجه تانية غير النمبر اوف استيميترز. بقدر اتست بعد كده حاجه اسمها مينيمم سامبل ليف، والمينيمم سامبل ليف اللي هو في الاخر اخر حاجه خالص في الديسيشن تري، انا المفروض يكون عندي كام واحد؟ لازم يكون عندي واحد بس ولا اتنين ولا اربعه؟ كم واحد في المينيمم سامبل ليف يكون موجود؟ ده واحد من البارامتر برضه. فبنعمل تيستنج للبارامترز دي، وزي ما احنا شايفين انا اخترت ان السامبل يكون عندي من 1 ل 51 مينيمم سامبل ليف، وادينا شايفين ان المينيمم سامبل ليفز او اللاست ليفز الكونتريبيوشن بتاعها من 100%، وده بيعمل لي اوفر فيتنج، لحد ما اوصل ل 50% وده بيعمل لي اندر فيتنج. فايتس فيري كروشال وان ان انا استخدمها، فلازم ابص عليها كويس. بس معنى كده ان انا مش محتاج ان انا تبقى 10، مش محتاج، انا محتاج ان هي تكون اقل فاليو ولكن مش الواحد، لان الواحد بيعمل لي هنا ايه اوفر فيتنج، بيخلي لي 100% chance success، 100% accuracy. بعد كده عندنا فيتشر تانية اسمها الماكسيمم فيتشر، هو ياخد كام فيتشر يشتغلهم مع بعض، واحد ولا اتنين ولا ثلاثة، لحد النمبر اوف فيتشرز بتاعتنا. احنا عندنا النمبر اوف فيتشرز، توتال نمبر اوف فيتشرز 7، فاحنا مش هينفع نكتر اكتر من 7. فادينا شايفين ان احسن حاجه هو بيشتغل عليها من فيتشر رقم 2 لفيتشر رقم 6 تقريبا، الفروقات مش كبيره، ولكن ان هو يشتغل على فيتشر واحد بس بيديني اكيرسي قليل. فبنبتدي ان احنا نبيلد الموديل بتاعنا، ووصلنا تقريبا ل 95% accuracy من 91% which is good. بعد كده بعمل estimating للايرور. الايرور فاليوز نفسها بصراحه انا ما تهمنيش في حاجه، يعني الايرور فاليوز دي حاجه ريليتيف شويه، ولكن خلينا كمان نبص على البريدكتد فيرسز اكشوال. ده على الاكس اكسس هنا عندي البريدكشن بتاع البروستي، وعلى الواي اكسس هنا عندي الاكشوال فاليوز. وادينا شايفين ان في فيري سترونج كورليشن بينهم وبين بعض، علشان في البريدكشن قدر يبريدكت الهاي از هاي، وقدر يبريدكت اللو از لو، وفي تقريبا لينير ريليشن شيب بين الاثنين جميله جدا، تقدر تقول لي ان البريدكشن بتاعي كان مستواه كويس جدا جدا، والاكيرسي بتاعتي كانت كويسه. واحد من التست اللي انا بحب اعمله ان انا ببص على المين فاليو بتاعه البريدكشن والتست فاليو.
المين والستاندرد ديفيشن بتوع التست، والمين والستاندرد ديفيشن بتوع البريدكشن. فزي ما شايفين ان البريدكتد فاليو كان 3.22، المين فاليو في التست فاليو كان 3.19، which means ان هم very close to each other. الستاندرد ديفيشن كان 4.8، الستاندرد ديفيشن في الاكشوال فاليو كانت 5.3، which means ان هم very close to each other. تعال نرسم الهيستوجرام بتاع الاثنين مع بعض، وهنلاقي ان الهيستوجرام بتاع التو فاليو البريدكتد فيرسز اكشوال هم تقريبا منطبقين على بعض. وطبعا ده يعني حاجه كويسه جدا جدا جدا، جيفن ان احنا كل ده بنعمله على التستنج داتا مش على التريننج داتا. هو التريننج داتا اتعلم منها خلاص، بعد كده كل التستس اللي بتتعمل دي بتتعمل على التست داتا، الداتا الالجوريثم ما شافهاش، عشان نبتدي نفهم الالجوريثم قدر فعلا يعمل بريدكشن كويس ولا لا. ده كان الاكزامبل اللي انا كنت عايز اشرحه عن الماشين ليرنينج. وبعد كده احنا ممكن ناخد اسئله، وبعد كده نرجع تاني ناخد تو اكزامبلز بسرعه جدا عن الداتا ساينس والكودينج، وقد ايه ده ممكن يبقى تاثيره سهل جدا جدا ان احنا نتعلم كودينج ونبتدي ان احنا نشتغل بيه. تمام الشباب اللي عنده أسئلة ممكن بس يعني يرفع إيده وأنا هفتح له الصوت بتاعه دلوقتي. اللي عنده أي سؤال أو استفسار يرفع إيده بس وأنا هفتح له الصوت. تمام اتفضل يا أحمد. أحمد شعبان اتفضل، أنا فتحت لك الصوت، افتح أنت الميوت من عندك واتكلم. السلام عليكم، متشكرين جدا يا باشمهندس عمرو على السيشن الجميل ده. عندي سؤالين بس لحضرتك. السؤال الاول، احنا مثلا كمهندسين بترول، قبل مثلا انا شغال دلوقتي في كومباني، مثلا قبل ما انا اتعلم الداتا ساينس هكون يعني انا دلوقتي شغال، بعد ما اتعلمها هروح فين؟ يعني ايه النقله اللي تعليم الداتا ساينس هتنقلني فيها في من حيث الوظيفه؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، عشان اقدر اتعلم المشين ليرنينج، ايه الخطوات اللي انا هقدر امشي عليها؟ يعني مثلا في اللي انا ملاحظه مع زي ما حضرتك قلت ان في فضاء واسع جدا للمعرفه، ان في شتات، يعني مثلا حد يقول لي اتعلم ساس، وبعد واحد جافا، سي بلس بلس، واحد الجوريزمز كذا كذا. فايه المنهج اللي احنا نقدر نمشي عليه مثلا في خلال سنتين او ثلاثه او اربعه، او كما يكون ان احنا نقدر نوصل لمستوى كويس في المشين ليرنينج ونطبقه برضه في المجال اللي احنا بنتكلم فيه؟ هايل جدا يا احمد، والله سؤالين حلوين جدا جدا. السؤال الاولاني هو هتفرق ايه ان انا في شركتي واتعلم داتا ساينس. انا احب اقول لك يا احمد ان للاسف يعني واحده من الشركات الكبار زي بي بي ابتدوا ان هم يعتمدوا على الماشين ليرنينج وعلى الداتا ساينس از برايمري تول، او هم في طريقهم ان هم تبقى برايمري تول بالنسبه لهم. ففي ناس كتير جدا جدا ابتدت ان هي تمشي من بي بي، وحاليا تقريبا اللي بيقعد في بي بي هو اللي بيشتغل حاجه تانية جنب شغلته. بمعنى انت ما يكفيش خالص ان انت تبقى ريسيرفوار انجينير او ان انت تبقى جيوفيزيست، انت لازم تكون جيوفيزيست وحاجه تانية، انت لازم تكون ريسيرفوار انجينير ومعاك حاجه كمان. وطبعا الحاجه كمان دي المفروض تكون حاجه ليها علاقه بالداتا ساينس او الماشين ليرنينج. التيم تقريبا سكيورد في شركه زي شركه زي شركه من الشركات الكبيره زي بي بي هو تيم الداتا مانجمنت، الناس اللي كانوا بيعملوا زمان داتا بيزس و بيبتدي ان هم يحضروا الداتا وبيعمل داتا انجينيرنج، الناس دي هم تقريبا اللي سكيورد دلوقتي في شغلاته. ده من ناحيه ان انت تسكيور الجوب. الناحيه الثانيه ان انت يبقى ليك كومبيتيتيف ايدج كمان زياده شويه. يعني ايه كومبيتيتيف ايدج؟ يعني عندك حاجه زياده شويه عن كل الناس اللي معاك. لما احنا كنا بنقول ان انت لما تتعلم بروجرامنج لانجويج ده هيخلي يور سي في ستاند اوت، او يخلي السي في بتاعك مميز عن بقيه السي فيهات اللي موجوده.
ده بيحصل برضو في بيئة العمل، بيئة الشغل برضو الشركة يهمها جدا جدا ان الموظف اللي عندي يعني ما يبقاش سهل قوي ان انا اغيره بموظف تاني. لان خد بالك برضو ان احنا طول الوقت في الماركت احنا بيحصل لنا ايفالويشن، يعني احنا كل سنه بيحصل لنا ايفالويشن، فلو انا الايفالويشن بتاعي كل سنه زي ما هو فده معناها ان انا ما بطورش ما بزودش، ولو انا ما بتطورش فانا ما بطورش حاجه في الشركه، ولو انا ما بطورش حاجه في الشركه فانا ما بفيدش الشركه. وهنا الديسيشن بيبقى صعب بقى، هل هو الراجل ده نخليه ولا نستبدله بحد تاني. فهي برضو جوب سيكيورتي، وبرضو ان انت بتعمل مستقبل تاني جديد لنفسك. ده السؤال الاولاني. السؤال التاني، ابدأ منين؟ والله انا شايف ان البداية الحقيقية ان انت تتعلم اي بروجرامينج لانجوج، وطبعا يا حبذا لو كانت بايثون، بس اعتقد ان انت لازم البداية تبقى ان انت تتعلم بروجرامينج لانجوج الاول. لما تتعلم بروجرامينج لانجوج الاول هتبتدي بعد كده توجه نفسك، تعرف انت هتعمل ايه. ان انا اتعلم سوفت وير بس بصراحه انا ما بحبذهاش قوي، يعني اعتقد كلنا او معظمنا بيعرف يتعلم اكسل، الباور بي اي بيبقى سهل قوي، ولكن كل سوفت وير ليه مشاكله وليه قيود كده مديها لك بيخليك انت ما تعرفش تعمل الحاجه اللي انت محتاجها بالظبط الا لما تعمل ورك اراوند طويل شويه. ولكن اعتقد لو انت اتعلمت بروجرامنج لانجوج فدي بتديك وايد سبيكترم ان انت تعمل كل اللي انت محتاجه، لان انت بقيت انت الكرييتور مش يوزر، السوفت وير انت يوزر، لو انت معاك بروجرامنج لانجوج انت كرييتور، انت اللي بتعمل الحاجه من سكراتش، فدي طبعا بتديك فلكسبيليتي اعلى بكتير. شكرا جدا يا احمد على السؤالين الحلوين دول. تمام، شكرا يا باشمهندس. عنده اسئله؟ لو حد تاني عنده اسئله يرفع ايده بس. هو في سؤال هنا بيقول الباكج هو يعني ايه باكج؟ ده سؤال حلو جدا برضو، ويمكن معلش بقى اعذروني انا ما حطهاش في البرزنتيشن، انا كنت متخيل البرزنتيشن تبقى اقل من كده. الباكج هي عبارة عن مجموعة من الناس هم مش متفقين على حاجة، بس هم اتفقوا ان هم يعملوا الكود ده، والكود ده بيخدم غرض معين، زي مثلا النمباي دي هي نوميريكال مانيبوليشن اللي هو الجمع والطرح والضرب والحاجات دي، زائد لينير الجبرا، كل معادلات لينير الجبرا والمدرسيز الحاجات كلها اللي لها علاقة باللينير ايكويشنز موجودة كلها جوه حتة واحدة سميناها باكج. بنحط فيها كل السكريبتس اللي انا بعد كده لو انا محتاج اعمل حاجة، او محتاج ان انا اعمل حاجة من اللينير الجبرا مثلا او الماتريسيز، بخش اطلبها من جوه النمباي. بكل بساطه كده انا عملت سكريبت وشايف السكريبت ده مهم وحد هيفيد ناس تانية، شويه فانكشنز كده عملتهم هتفيدني وتفيد ناس تانية، فبرفعه على سيرفر. السيرفر ده بقول للناس كلها يا جماعه انا عملت كام سكريبت فيهم فانكشنز علشان اقدر احسب بيها مثلا الديكلاين كيرف اناليسيس فور اكزامبل، والباكج عملتهم كلهم في سكريبت وسميت الباكج دي او مجموعه السكريبتات دي سميتها باكج اسمها ديكلاين كيرف اناليسيس باكج. فانا كعمر هخش على السيرفر بتاعه او السيرفر اللي موجود فيه السكريبتات دي واعمل لها داونلود مره واحده، بس لما بعمل لها داونلود مره واحده بتبقى كلها في شكل باكج او لايبرري، بيقولوا عليها لايبرري، مكتبه من السكريبتات اللي موجود جواها الفانكشنز اللي بتخدم البيربز ده. فده معنى كلمه باكج. التاني حاجه، ازاي اعمل نورماليزيشن للداتا اللي معايا؟
ازاي اعمل موديل للداتا قبل ما اعمل نورماليزيشن؟ والله على حسب الالجوريثم اللي انت هتستخدم. يعني انا استخدمت الراندوم فورست، الراندوم فورست مش الجوريثم زي ما احنا شفناه، هو عباره عن ديسيشن تريز، فهو بيسال سؤال وعلى حسب، ومش مستني اجابه رقميه، هو مستني اجابه زي يس ونو. فهو مش محتاج ان انا اخد الفاليوز بتاعه الارقام، مش محتاج، مش فارقه معاه الفاليو ما بين 0 و1 ولا الفاليو ما بين 1000 و100000، مش فارقه معاه خالص. فمش في الحاله بتاعه الراندوم فورست انا مش محتاج ان انا اعمل نورماليزيشن. ديسيشن تريز مش محتاج ان انا اعمل نورماليزيشن. لينير ريجريشن، لوجيستيك ريجريشن، محتاج ان انا اعمل نورماليزيشن. كي مينز مش محتاج ان انا اعمل نورماليزيشن. في بعض الالجوريزمز كده لازم تفهمها وتفهم هي بتشتغل ازاي، فتعرف هل الداتا، هل لما استخدم الالجوريزم ده مع الداتا بتاعتي محتاج ان اعمل نورماليزيشن ولا ما اعملش نورماليزيشن. دي مهمه جدا جدا. شباب في حد كان بيسال على الداتا متاحه ناخدها ولا لا؟ ان شاء الله هتاخدها طبعا. هبعت لمحمد غندور اللينك بالبرزنتيشن وهتبقى معاكم، وهعمل وهبعت برضو لينك بالنوت بوكس اللي فيها الكودز اللي قدام حضراتكم دي، وبرضو هتبقى معاكم. وفيل فري يعني انت تسالني في اي وقت على لينكد ان او الايميل بتاعي مع محمد الغندور في اي حاجه من الداتا دي او غيرها، انا ما عنديش مشكله خالص. في حد عاوز يسأل يا باشمهندس؟ طبعا اتفضل اتفضل يا طب محمد. السلام عليكم مهند. مهند حسن من العراق وشركة الاستكشافات النفطية. طبعا اشكرك جدا على المحاضرة، واعتقد اني ثاني مرة احضر لك محاضرة يا استاذ عامر. ده شرف لي والله يا استاذ مهند. أشكرك. المحاضرة الأولى اللي كانت يمكن أعتقد Artificial Intelligence، كان مع الإسباولة بزبوط. نعم. أستاذ أنت بالبداية يعني قلت، طبعا هو أهم شيء أنه الانتجريشن بهذا الموضوع، أنه هو أنت صح ممكن أنه جيو ساينس وعندك خبره بالبروجرامر لازم، لكن ما تستغنى عن الداتا ساينس اللي عندك والاكسبرتايز اللي عندك بالشركه. السؤال الان انه اذا انت مثلا وجه لك الاكسبرت انه هذا البروجرامر اللي دا تعمله وين يكون اكيورسي اكثر، الاكيورسي بالداتا الكونتينوس او بالداتا الديسكريت، او بمعنى اخر يعني انه مدام انه حضرتك عندك خلفيه جيوفيزيائيه، خلونا نقول وين حيعمل اكثر بالديترمينستيك اللي هو سكيلا يكون كبير وريزوليوشن قليل، ولا بالسكيلا العالي والريزوليوشن الاوضح؟ يعني انا هنا أنا اقارن بين اللوكس والسجواي مثلا، يعني على فور اكزامبل. ما حضرتك صح. فوين يعني وين ومتى يكون الاكيورسي عالي هنا؟ او انا اعرف انه ممكن انه تعتمد على الداتا اللي انت اللي جايتك، ممكن انه باد كواليتي او ممكن ريزوليوشن، لكن وين اللي يكون الاكيورسي الافضل مالتي، وين الانسنتلتي اللي اقل حتكون هنا؟ هذا واحد. اثنين، على فرض انه انا عندي حقل بابار، خلينا نقول 6 أو 7 آبار، وبئر من الآبار فاقدين اللوكس يعني المجس من المجسات مفقود، أو عدد من المجسات مفقودة، باقي الآبار هي موجودة باستخدام النيرال نيتورك. وحضرتك أعتقد المحاضرة اللي حضرت لك إياها قلت النيرال نيتورك أعتقد هم الهامس الرسل أول من اشتغل عليها يعني وطورها. تمام. فهل تكون النيرال نتورك هنا فعالة في استنتاج لوكس هذا البير اللي هو من ضمن 6 أو 7 آبار في اللايمستون ولا في الساندستون أحسن؟
وأنا شاكر حضرتك، وأكون يعني إن شاء الله يكون السؤال واضح يعني. إن شاء الله. هو أنا هبدأ إجابة بالسؤال الثاني وبعد كده نروح للسؤال الأولاني. السؤال الثاني نعم. هو أنا ما تفرقش معايا خالص الفيشز اللي أنا أبدا. هعمل بيها بريدكشن، طالما إن الآبار اللي موجودة فيها نفس الليثولوجي أو نفس الفيشز. تمام، تمام. ده من دومين اكسبرت لدومين اكسبرت، من اكسبرت لاكسبرت. انت تمام. حضرتك محتاج يكون عندك، لو انا هعمل بريدكشن ل سي مثلا للجاما راي لوج، في في فيشز معظمها كلاستكس ساندو شيل، فلازم يكون كل الـ يعني الفيشز متقاربه من بعضها هنا عشان اضمن ان تقريبا نفس الاختلافات اللي موجوده ونفس الباترن اللي موجود بين الابار وبعضها. وبالمناسبه انا اشتغلت في كلاستكس في مصر، واشتغلت في فراكشر كربونيت في المكسيك، فانا عارف ان الداتا قد يكون شكلها زي بعض بالنسبه لللوجز او المجسات، ولكن الباترن بتاع الداتا مختلف بين الاثنين. فلو انا عندي الداتا كلها او السبع ابار اللي حواليا كلهم ليهم نفس الفيشز بنفس الكاركترستكس، اقدر اعمل بريدكشن عادي جدا، واي تايب اوف لوج مفيش مشكله خالص. وده اتعمل كتير جدا جدا، وحتى السونيك لوج والاكوستيك امبيدنس كل ده بيتعمل له بريدكشن عادي جدا. فمساله البريدكشن بتاع الميسنج لوجز ما فيش مشكله خالص، اهم حاجه بس اتاكد ان الداتا تبقى شبه بعض بين الابار وبعضها علشان الالجوريثم يشتغل بافضل ما يكون. لان طبعا زي ما انت عارف ان الالجوريثم مش شايف سند وشيل، هو الالجوريثم شايف داتا بس قدام بعضها. اكيد. تمام، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، انا اقدر اعمل بريدكشن لديسكريت فاليوز واقدر اعمل بريدكشن لكونتينوس فاليوز، والاكيورسي بتاعه المودلز هما الاثنين ايا كان الموديل انا بقدر اعمل لها استيميشن او موديل ايفالويشن بعد كده لكل موديل على حال. فانا مثلا انا لما بعمل بريدكشن للبروست موديل، الموديل اللي قدامنا دلوقتي ده، لما انا باجي اعرض الموديل ده للمانجمنت فبقول لهم ان الموديل ده بريدكتد باكيورسي 94%، فهي دي الانسرتينتي اللي قدامي، ان انا لسه عندي 6% من الداتا مش اكيوريت. وطبعا يعني المثال او الفيجر اللي قدامنا ده واضح جدا ان في هنا جزء مش ماتش، في هنا جزء مش ماتش، في هنا جزء مش ماتش، ودول تقريبا اللي عاملين ال 6%. ولكن هي الماشين ليرنينج بتعتمد على كونسبت معروف، او يعني مثل كده عند الانجليز معروف بيقولوا it's important to be directionally right than being precisely wrong، المهم ان انت تكون في الاتجاه الصحيح اكتر من ان انت تكون خطأ ب100% عشان انت بتدور على الاكيورسي العالية جدا. وبالمناسبه الماشين ليرنينج من الحاجات اللي ممكن تدي خطا عالي جدا جدا في حاله وجود الاوفر فيتنج، لو احنا قلنا ان زي ما احنا قلنا ان الموديل حفظ الداتا وحفظ البيانات اللي موجوده في كل فاليو فهيديني اكيورسي عاليه جدا، ولكن لما اجي اعمل لها تيست هلاقي ان الايرور عالي جدا جدا جدا. فلما الاقي ايرور عالي جدا في التست وايرور قليل قوي في التريننج، ده معناها ان الموديل عمل له اوفر فيتنج. قصه بقى ان هي هتبقى كونتينوس داتا او ديسكريت داتا يعني مش هتفرق معايا خالص. في الاخر الالجوريثم اللي انا بشتغل بيه والموديل ايفالويشن هم دول الحاكم الحقيقي. شاكر فضلك جدا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ مهند، انا اللي متشكر جدا جدا. اعتقد الوقت عندكم متاخر دلوقتي يا استاذ مهند صح؟ نعم 10 يعني 10 و40 دقيقه تقريبا.
انا متاسف والله، معلش على التاخير ده، بس لا لا، كان بالعكس بالعكس في بالعكس، معلومات كتير احنا محتاجه تتابع. تعودنا على السهر من ورا يعني، من ورا الكمبيوتر والمودرنج تعودنا على السهر يعني. ربنا يقويك يا استاذ مهند. الله يسلمك، الله يسلمك. ماشي، اتفضل يا حسن. شكرا. اتفضل يا حسن، نتكلم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. متشكر دكتور على هاي المحاضرة، بخصوص لو احنا بنشتغل بسوفت وير، ازاي نبتدي مثلا نبتدي نشتغل بالماشين ليرنينج في الشركات يعني، بس لا سيما الحكومية او الوطنية يعني. تمام. هو اول حاجه في بالنسبه للشركات، كون ان انت تقدر تسطب البايثون عندك على الكمبيوتر بتاع الشركه، اعتقد ده حاجه سهله جدا، محدش هيقدر يمانع فيها يعني، لان ده سوفت وير فور فري اصلا، او اللي هو البروجرامنج لانجويج نفسها فور فري، وكمان السوفت وير اللي هو بيشتغل بيه اذا كان باي تشارم او جوبيتر، او انا بشتغل على حاجه اسمها كولاب، لو حضرتك شايف في الباك جراوند عندي، ده عباره عن ويب سايت، انا بشتغل من على الويب سايت على طول، بعمل الكودينج بتاعي كله من على الويب سايت، من على جوجل ويب سايت. فده ده كل ده اعتقد فور فري، مفيش اي فيز على الشركه خالص. ده من ناحيه، دي اول حاجه. الحاجة التانية، في بعض السوفت ويرز اوريدي دلوقتي بتشتغل او فيها امبيدد الماشين ليرنينج. انا اقدر اذكر لحضرتك اثنين منهم دلوقتي، الهامسون راسل، وده بدأ من النيورال نتورك من زمان قوي، بس هو النيورال نتورك فيه اللي هي القديمة اللي هي اسمها فيد فورورد، مش الاحدث حاجة، او اللي هي اسمها فورورد، اللي فيها فورورد بروباجيشن وباكورد بروباجيشن، ده على حسب اخر معلوماتي يعني عن الهامسون راسل. وبعد كده في سوفت وير دلوقتي اللي واخد الماشين ليرنينج بشكل قوي جدا جدا، اسمه اوبن تكت، وده منزلين مديول جديد اسمه ماشين ليرنينج، ده في جزء ماشين ليرنينج وفي جزء كمان ديب ليرنينج، معتمد على النيورال نتوركس في الاول والاخر. فده اعتقد لو انت يعني لو الشركه مشتري السوفت وير ده، انت تقدر تعمل داونلود للمديول ده. ولكن طب غير كده، ممكن اتفضل. كتابه المديول في الواتس مثلا، بحيث اعرف اتواصل او اوصل طبعا اسمه. طبعا ما عنديش مشكله خالص. حضرتك استاذ حسن، اتفضل. حسن محمد. نعم. طيب اعتقد يعني ممكن محمد الغندور نشارك الرقم بتاعي مع استاذ حسن محمد ويبعت لي على الواتساب. حاضر، فور. حاضر. طيب شكرا جزيلا محمد. استاذ حسن طبعا يعني الكونتاكت بتاعك مع حضرتك، ونقدر بعد كده نتكلم ان ديتيلز على ال شكرا دكتور. على اسم المدير، ربنا يخليك. ممكن استاذ حسن وهقول لك بس برضو على استاذ حسن، بس حضرتك تبعت مسج بس على الجروب اللي على الواتساب، وانا هبعت لحضرتك الرقم باشمهندس عمرو. متشكر، شكرا جزيلا. العفو يا فندم، العفو. في حد عنده اي استفسار تاني؟ في حد كان بيسأل عن القنوات بتاعة البايثون وإزاي أبدأ أتعلمه من على اليوتيوب، وبيقول كمان أنا حاسس إن أنا مش بحفظ الأكواد ومش فاهم أي حاجة. ده طبيعي جدا إن أنت في الأول تحس إن أنت مش فاهم الأكواد، ده طبيعي جدا ودي حاجة طبيعية، بس زي ما قلت لك هو ده الاحساس ده كده كده هيروح مع الوقت، بمجرد ان انت ايديك تتعود على البروجرامينج، وان انت تبتدي ان انت تحل مشاكل كتير.
في اي استنى يا جماعه. بالنسبه للقنوات بتاعه البايثون على اليوتيوب في قنوات كتير جدا، ولكن انا ارشح ان انت تخش على القناه بتاعه مايكروسوفت نفسها، شركه مايكروسوفت، عاملين كورس سهل جدا وبسيط خالص ازاي تتعلم بايثون. واعتقد برضو ممكن اشير اللينك مع محمد غندور ويحطه على الجروب بتاع الواتساب، او لو محمد ممكن تضيفني على الجروب بتاع الواتساب وانا اشير على طول اللينكس دي مع حاضر مع الحضور. حاضر. اعتقد ده هيبقى حاجه كويسه جدا. وفي برضو لينك مهم جدا لجوجل برضو بيتكلم فيه انترودكشن عن الماشين ليرنينج ويوزنج البايثون، واعتقد ده هيبقى سورس مهم جدا او ريسورس مهم جدا ناس كتير تتعلم منه او اللي حابب ان هو يتعلم منه ماشين ليرنينج وبايثون مع بعض. اتفضل يا استاذ احمد. لو سمحت يا باشمهندس بعد اذنك، في مواقع بتقدم خدمه بروبلم سولفنج في موضوع النفط ده، يعني زي الامثله اللي حضرتك بتشرحها لنا دي، في مواقع بتقدم مثلا مشاكل وحلها ان احنا نقدر نطبق عليها في الموضوع اللوجز والكلام ده؟ والله يا استاذ احمد حتى الان انا شفت ان هي بيرسونال انيشيتيفز بس، مش مواقع ولا شركات، هي بس يعني في كذا حد زي كده بيحاول ان هو يفيد الناس يعني ويستفيد برضو بالأسئلة بتاعتهم والكونتريبيوشن بتاعهم، هم بس اللي بيحاولوا يبروفايد الحلول دي. لكن على مستوى الشركات لا، ما شفتش بصراحة حد بيعمل الموضوع ده بالشكل ده. واعتقد لو في شركه هتعمل ده هيبقى بالنسبه لها الموضوع لازم يكون فيه مقابل مادي برضو، يعني عشان يخلي الموضوع يعني كوميرشال بالنسبه لي. فحتى الان ما شفتش شركات بتعمل الموضوع ده كده فور فري يعني. تمام، شكرا لحضرتك يا باشمهندس. العفو يا حبيبي. وعلى ما اظن كده مفيش اسئله تانيه. انا عندي 2 شيتس بس او 2 نوت بوكس عايز هبص فيهم بسرعه جدا، انا عارف ان احنا تقريبا زودنا ساعه على الوقت المفروض، مفيش مشكله، فخلوني بس كده في خلال 10 دقائق بالظبط نخلص ان شاء الله النوت بوكس دول. احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالماشين ليرنينج ما عدا اكزامبل واحد بس، وبعد كده في اكزامبل تاني عن الداتا ساينس وبرده ان شاء الله هيبقوا بسرعه يعني. تاني اكزامبل عن الماشين ليرنينج هو الفيشز كلاسيفيكيشن. الفيشز كلاسيفيكيشن واحده من الحاجات المهمه جدا، وبالنسبه بالذات بالنسبه للناس اللي شغاله في الاستاتيك موديل والديناميك موديل، وان احنا ازاي بعد كده نقدر نعمل كلاسيفيكيشن لاي بير دخل معايا جديد على الانتاج او ان انا حفرته جديد، فازاي اعمل فيشز كلاسيفيكيشن بسرعه. طبعا بنبدا عادي جدا بالامبورتنج لايبرز بتاعتنا، وبعد كده امبورتنج الداتا بتاعتنا اللي احنا يعني هنشتغل عليها، وبعد كده بنعمل بنفهم الداتا او بنعمل داتا كونديشننج، التقسيمه بتاعه التريننج داتا والتست داتا. وفي الحاله عندي هنا انا يعني استخدمنا الستاندرد سكيلينج او النورماليزيشن بس بطريقه تانية اسمها ستاندرايزيشن، وعملنا موديل باستخدام الكي نيرست نيبور، ده كلاسيفاير، وده هو في طريقه عمله قريب جدا من طريقه عمل الكي مينز. وفي الاخر احنا عملنا طبعا اللي هو الكورليشن ماتريكس، ولكن يهمني في الاخر ان احنا نبص على الكلاسيفيكيشن ميثود بين البريدكشن وبين الاكشوال داتا اللي عندنا باستخدام ثلاث لوجز بس، الدينستي والفيلوستي من السونيك والجاما راي،
ودي الفيشز اللي موجوده عندي, ودي اللي هي الستاندرد فيشز او الاكشوال فيشز اللي موجوده, ده البريدكشن بتاعي. فزي ما انت شايف احنا تقريبا البريدكشن كان الاكيورسي بتاعته حلوه جدا, ما عدا البريدكشن بتاع اليونت اللي هو اصفر, هي تقريبا يعني الموديل بتاعنا محتاج ان هو يتظبط شويه. ولكن اوفر اول الموديل في البريدكشن للليثولوجي اللي لونه ابيض, والليثولوجي اللي لونه احمر, والليثولوجي اللي لونه اسود, يعني احنا شايفين البريدكشن بتاعنا قد يكون قريب جدا جدا من الكلاسيفيكيشن الحقيقي. وده واحد من الاكزامبلز السهله قوي. لو احنا شفنا من هنا لحد هنا احنا تقريبا كل ده, علشان ارسم بس الرسمه اللي قدامي دي او البلوتنج اللي قدامي ده. ولكن خطوه البريدكشن كلها كانت عباره عن التو لاينز اوف كود, دول البريدكشن, ودي كانت خطوه الري بروسيسنج او البري بروسيسنج البريباريشن للموديلنج اللي هو خطوه السكيلنج. فاعتقد ان يعني خطوات صغيره جدا 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 احنا قدرنا ان احنا نعمل بريدكشن من المره الاولى او من النظره الاولى كده, يبان ان احنا يعني عندي قيمه كويسه. محتاج بس ان انا اعمل شويه فاين تيونينج للموديل, بحيث ان بعض البريدكشنز الغير صحيحه في الناحيتين تتظبط وتطلع بشكل افضل شويه. ده كان تاني اكزامبل للماشين ليرنينج اللي هو الكلاسيفيكيشن, كان اول اكزامبل بالنسبه لنا البريدكشن او الريجريشن, وتاني اكزامبل بالنسبه لنا كان الكلاسيفيكيشن. تالت اكزامبل عندنا اللي هو سايزميك سيمبل موديلنج. والسايزميك موديلنج بصراحه من الحاجات الاسينشال لاي جيوفيزيست بيقدر يشتغل عليها, وفي نفس الوقت يعني مش كل السوفت وير بتقدر تبروفايد ان احنا نقدر نعمل سايزميك موديلنج عشان اقدر اعرف الريزوليوشن بتاع السايزميك اللي عندي قد ايه, ثيوريتيكالي المفروض يكون في الرينج بتاعه قد ايه, والتيولينج تكنس اللي موجود عندي قد ايه, رغم ان احنا هنعرف بعد كده ان هو اتس فيري فيري سمبل بروسيس لما اجي اعملها على البايثون فيرسس ان مثلا سوفت وير زي البتريل اعتقد لحد 2014 او لحد 2016, الموديول بتاع 2016 الفيرجن بتاع 2016 ما فيهوش موديول بيقدر يعمل الويدج موديل اللي هو الفورورد سايزميك موديلنج. نتيجه ان اللانجوج نفسها اللي مكتوب بيها السوفت وير صعب قوي تعمل فيها الموضوع ده. يمكن احنا طلبنا الموضوع ده من شلومبرجر اكتر من مره, ولكن دلوقتي هم في شركه تانية اسمها سيجال. الشركه دي بتعمل بلاجنز للبتريل, هم اللي عملوا البلاجن ده عشان يكمبلمنت البتريل بالسايزميك موديل. بكل بساطه زي ما احنا قلنا في الاول, احنا هنبتدي بان احنا امبورت اللايبرز بتاعتنا. والنهارده وهنا استخدمت الساي باي لايبرري, ودي لايبرري بتستخدم في سيجنال بروسيسنج والساينتفك ايكويشنز. وبعد كده عملت كرييتنج للريكر ويفلت بفانكشن, ونيجي نشوف بعد كده ان انا قلت له ارسم لي فانكشن 20 هرتز 200 ملي سكند والسامبلنج انترفال بتاعها 10 ملي سكند. فده كان شكل الفانكشن او شكل الويفلت. دي ويفلت تانية او يعني نفس باستخدام نفس الفانكشن بتاعت الويفلت عملت ويفلت تانية 10 هرتز, وعملت لها روتيتنج عشان اغير الفيز بتاعها من زيرو فيز لروتيتنج ال 180 درجة. زي ما احنا شايفين الاحمر الويفلت الحمراء زيرو فيز, والويفلت الزرقاء هي اللي هي روتيتد فيز او 180 درجه. وده لحد هنا ده لحد هنا ده البلوتينج اللي هو ازاي يخرج لي الشكل ده. دي دول
اللي بيعملوا لي الروتيشن بتاع الفيز الويفلت او الفيز روتيشن، ودول الديفينيشن بتاع الويفلت الاصليه. فديك زي ما انت شايف اربعه لاينز اوف كود، انا قدرت ارسم ويفلت اربعه لاينز اوف كود تانيين او ثلاثه لاينز اوف كود تانيين، قدرت اعمل الفيز روتيشن، واربعه لاينز اوف كود انا رسمت الرسمه اللي تقدر توريني او البلوت اللي يقدر يوريني الديفرنس بين الزيرو فيز وال180 درجه. وبعد كده انا جيت ابني بقى الويدج موديل بتاعي باستخدام نفس الفانكشنز اللي فوق، اللي هي اللي انا عملتها في الاول اللي هي اسمها ريكال ويفلت، انا عملتها فوق هنا اول حاجه. اوكي هنا عملتها هنا، ودي البارامتر اللي انا بدخلها جوه فانكشنز. وبعد كده رسمت او عملت الويدج موديل بالشكل اللي احنا شايفينه، وبعد كده عملت كونفوليوشن لكل التريسس اللي موجوده، وفي الاخر قدرت اشوف بكل بساطه الويدج موديل على لما تبقى الفريكوانسي موجوده عندي او الويفلت الفريكوانسي بتاعها 5 هرتز، اديني شايف الويدج موديل شكله عامل ازاي، وقدرت ارسم التيونينج افكت بتاع السايزميك موديلنج، وكمان اقدر اشوف تريس باي تريس لو انا حابب اشوف الافكت بتاعها او اشوف الافكت بتاع الفريكوانسي والتيونينج افكت على تريس باي تريس. فانا كده بكل بساطه يعني اعتقد سيمبل لاينز اوف كود دول البلوتينج زي ما احنا شايفين عشان ارسم، بس مجرد ان انا اقدر ارسم، ولكن دول الكود اللي انا استخدمته علشان احسب بيه ايه الويدج موديل والتيونينج افكت اللي موجود لكل تريس موجوده. وكده بكل بساطه يعني اعتقد ان حاجه زي كده في بعض السوفت ويرز مش موجوده. اعتقد السوفت وير الوحيد اللي بيقدر يعمل ده كان هامسون راسل، وريسنتلي السوفت وير اللي بيقدر يعمل الويدج موديل ده برضو هو الاوبن تكست. غير كده اعتقد البتريل انا لازم اشتري بلاجين جديد زياده، وده معناها ان انا ادفع فلوس زياده عشان بس اقدر اعمل ده، اقدر حاجه اعمل حاجه انا ممكن اعملها فور فري. فاعتقد ان البايثون تقدر تقول لنا كان هي فيري باورفل تول اصلا ان احنا نقدر نشتغل بيها جنب شغلنا العادي. حتى يعني لو في ادفانسد توبيك هنتكلم عليه، هنتكلم بعد كده على الفيجواليزيشن، ان انا اقدر اعمل فيجواليزيشن لكل سايزميك داتا وكل الستاتيك موديل كله اللي انا اقدر عملته، او الجيوستاتيك موديل اللي بعمله زيه في البترول، اقدر اعمل له فيجواليزيشن كويس جدا جدا في 3 دي دايمنشن في البايثون برضو. واعتقد ان شاء الله لو انا هعمل ادفانسد توبيك هانكلود فيه حاجه زي كده، وهنقدر نشوف الكابابيلتيز بتاعت البايثون في استخدامها معانا في السب سيرفيس. فانا كده بشكركم جزيلا، ولو في حد عنده اي اسئله تانية انا طبعا تحت امركم يعني. لو هندسه مع حضرتك تمام، انا خفت بس احسن يكون النت قطع وانا بتكلم. ايه لا لا لا، هو السكه كان قطع ثانيه كده بس رجع تاني. تمام انا كده حضرتك. طيب هو احنا كده تقريبا خلصنا السيشن بتاعتنا، وانا بعتذر جدا جدا للاطاله، يعني انا كنت عامل حسابي على ساعتين، خدنا 3 ساعات وربع، بس بصراحه انا مبسوط جدا جدا من الليفل بتاع الاسئله، ومبسوط جدا من الانتراكشن، بصراحه كانت حاجه عجباني جدا يعني. ألف شكر لحضرتك يا باشمهندس عمرو، وحقيقة احنا استفدنا جدا وكل الناس استفادت، وشكرا جدا جدا لحضرتك، وان شاء الله مش تبقى اخر مره. الله دايما نستفيد من حضرتك دايما، وشكرا جزيلا لحضرتك ولوقتك. ربنا يخليك، ده انا متشكر جدا جدا. ولو في حد عنده اي سؤال دلوقتي او بعدين، انا موجود برضو على الجروب دلوقتي، انت عمل ضفتني على الجروب فانا متشكر. انا ضفت حضرتك، ضفتك، واعتقد اي حد يعني خلي الجروب مثلا مفتوح، واي حد يقدر يسال اي سؤال وانا اجاوبه في اي وقت.
يعني زي ما قلت لكم تحت امركم، والموضوع سهل وبسيط، ولكن هو عشان جديد علينا فالموضوع بيبقى محتاج شويه ديفينيشنز كتيره في الاول، تعريفات كتير، وبعد كده ان شاء الله بتبقى الموضوع اسهل بكتير. شكرا جزيلا لحضرتك يا هندسه، الف شكر شكرا لحضرتك. جزيلا، شكرا جزيلا، متشكر جدا جدا ليكم، وشكرا لكل الناس اللي كانت معانا في المحاضرة لحد الآخر، وآسف للإطالة تاني برضه. شكرا لحضرتك. كل حد عنده اي استفسار يا جماعه الشات موجود، والباشمهندس انا ضيفته فيه، ممكن نكمل في الشات لو حد عنده اي استفسار يعني. تمام، ممكن تبداوا تخرجوا دلوقتي من الميتنج. خلاص كده احنا خلصنا يعني. باشمهندس احمد نجم يعني.